ايوا الاخوان كما قلت لونسينا يوكان الحمد لله المغاربه غاديين مزيان، ماشي هما رقم واحد، هما رقم جوج، مصريين عاد المغاربه عاد الجزائريين غاديين مزيان، دروك اكثر من 60 مليون دولار، شحال من مغربي بيوكان فات المليون دولار، يعني خصك تاخذ ليكسبيريونس ديال الناس اللي واصله، هادشي ينفعني هاد الدراري بالرجوله. اصلا انا كنت بغيت نبقى في الكوميرس حياتي كامله، كل ما كانش المنتور ديالي كنت نبقى حمار، نبقى في الكوميرس حياتي كامله، واخا نجمع الميليونز اوف دولارز ودرت منه مليارات غنبقى فيه. ما عمرك كتفكر ديك اللعبه ديال ومن بعد ومن بعد درنا هادشي ومن بعد ومن بعد ومن بعد، خدموا على راسكم، كلشي مبارطاجي في اليوتيوب، والله ما بقيتو محتاجين شي حاجه، قسما بالله ما بقيتوش محتاجين حتى شي حاجه، عندكم كلشي اللي تحتاجوا باش كلشي اللي محتاجينه باش تيماريو. الاخوان ندوزو اللايف، اللايف راه خفيف ظريف، واحد السوايعه دابا ماشي ساعه اللايف فهمتي، دابا معاك السوايع مع دابا عندي الوحدات الليل، غادي ندوي واحد شويه، قلت ندير هذا اللايف هذا قبل ما نمشي نعس، وصراحه غبار شحال هادي ما ضربت هاد البوطو هذا ديال اللايف. شكرا للدراري، شكرا للدراري كاملين، ياسين بيل شي مرحبا اخويا، مرحبا بالشباب كاملين، مرحبا بلا دليله، مرحبا بالشباب كاملين، عاد تدير ماما مرحبتش بالاخوان. يلا نبداو الاخوان. الاخوان شنو شاركنا حتى لدابا، شنو شاركنا في اليوتيوب؟ اللي تيسول لا خصني مو باغي نتعلم التجاره الالكترونيه، علاش كنجي حتى لدابا قلت لك مثلا كندوي في شي فيديو في ديال فيسبوك، الفيسبوك تقول لك خويا سيمو باش شرح لنا عافاك من الزيرو، بدا معنا من الزيرو الاخوان ماشي مشكل، بغيت نبدا معاك من الزيرو ياك، دخل الشانيل ديالي ديال اليوتيوب، الناس كاملين كيتفرجوا فينا، دخل الشانيل ديالي ديال اليوتيوب، غتلقى واحده سميتها دوره تعلم التجاره الالكترونيه، واحد تامبنيل تامبنيل ومكتوبه فيها التجاره الالكترونيه، هادي كليكي عليها، واخد سبوره وستيلو كنشرح من الزيرو، كنشرح شنو هي التجاره الالكترونيه وشنو هو الانترنت ماركتينغ وشنو هو المصطلحات اللي كنستعملوا باش داكشي يولي عندك بسيط وسهل وما تبقى محتاج حتى شي حاجه، فهمتي؟ اشنو هو البيكسل، اشنو هو كلشي، اشنو هي الكونفرشن، اشنو كنقصدوا بالكونفرشن، شرح لك ما يخلعوكش هاد المصطلحات هادو، شرحهم لك بواحد الطريقه بسيطه، تاخذ ورقه وستيلو، تاخذ ورقه وستيلو بحال اللي جالس في المدرسه، غادي تريح، تقابل مع الفيديو ساعات تولي مزيان، تولي احسن من 99.99 ديال الناس اللي ما فاهمينش التجاره الالكترونيه، ما فاهمينش الانترنت ماركتينغ شنو هو، تولي واعر. من وراء الدراري السؤال اللي كيبقى يجي بزاف هو خويا سيمو واخا انا خدمت كيفاش غادي يجوني الفلوس، انا درت الكاش اون ديليفري، كيفاش كنديروا الكاش اون ديليفري، كيفاش كنخدموا، كيفاش كنقطعوا من الكريديت كارد ديال عباد الله، كيفاش كيخدم باي با، كيفاش هذاك الشيء كاين الفيديو اللي بعد منه دوينا فيه، كيف تصلون الارباح. الخوت كاين واحد الفيديو بغيتي تفرج فيه مزيان، بغيتي تفوتو فوتو، هو كيف تصبح مليونير، بيان سور لا تفرجتي في الفيديو اش كنقول لك، ما يمكنش تولي مليونير داكشي تاع المدافاكرز ديال سيمانه شهر عام، ما يمكنش فهمتي، بغيتك تفرج داك الفيديو، ماشي بغيتي تفرج فيه ما بغيتيش تفرج فيه فوتو، لا بغيتك تفرج فيه بالرجوله، بغيتك تفرج فيه باش تفهم فهمتي الكونسيبت ديال راه ممكن تولي مليونير، وها كيفاش وها كيفاش كنقادو الحساب، وراه ممكنه في 5 سنين 7 سنين 10 سنين ممكنه جد ممكنه، واصلا ملي غادي تشوف داك الحساب وتشوف المنطقه غادي تلقى جد ممكن. دولنا على سترايب اخويا، هذه دخلت لقيت تما ديجا دويت عليه، من وراها بارطاجي ديجا كيفاش تاخذ domain.com، تاخذ domain.com ولا خذ domain.net ولا خذ domain.org وتكونيكتيه مع ستور ديالك، تقاد ستور وتكونيكتيهم. من وراها كتلقى واحد الفيديو سميتو كيف نزيد الارباح، غادي تلقى الدراري داكشي اللي تحتاج كامل، كاع دوك لي طاكتيك كاملين كيستعملوا الانترنت ماركترز باش تزيد بهم الارباح. من وراها الدراري شوف والله حتى بارطاجيت كلشي، ما بقات حتى شي حاجه الدراري، هادشي اللي عطا الله. من وراها كيفاش كنختاروا البرودوي اللي غادي نخدموا عليه، حتى هي بارطاجيتها ستيب باي ستيب، وكيفاش تستورد داك البرودوي اللي بغيتي تستوردو، وكيفاش تدبرو غير في السوق لوكال عندك، هم دوك لي سيت بارطاجيت لي سيت، وكيفاش لا ميثود ديال باش تلقى شي خونا كيبيع داك البرودوي، يعني هذا ماك. من وراء الدراري دوينا على شنو هو الفيسبوك بيكسل ولاش خدام، الناس اللي تيبقى يسولك شنو هو فيسبوك بيكسل سد الكومونتيرات. قلت اخويا نخليو شويه ديال حريه التعبير، ولكن بان لي غادي نسدو الكومونتيرات، بان لي الكومونتيرات نقيين والله اعلم، يقدر حتى درت عينيا فهمتي، ما عرفتش بحال فهمتي بحال داكشي ديال المدرسه ديال الاستاذ ملي كيدور عاد تيسكتو، بان لي بحال داكشي اللي طار. المهم خليها انا حتى طاحت عينيا على شي شتا واحد نايس تحيه كدا كدا واحد تريدير هكا، المهم
التعاليق زوينه ملي شفت انا الله اعلم ملي كندور ما عرفتش شنو طار anyway. الدراري المهم بزاف تيسوق تيقول شنو هو فيسبوك بيكسل خويا سيمو شنو هو الفيسبوك بيكسل اش كيصلح شنو نخدموا به شرحوا لك 10 دقائق غادي تريح تفرج في واحد الفيديو غتلقى شنو هو لا سد واخا الاخوان سدتو اوكي الاخوان هاد الاوبشن هادي ما كايناش عند الاستاذ اللي قال في المدرسه انه يسد هاي عندنا هنا المهم الاخوان هو شنو هو البيكسل وشنو هو الفيسبوك بيكسل وشنو اش كيصلح حتى هي مشروح الشانيل كيفاش الدراري كنقادو فيديوهات كيفاش كنقادو فيديوهات كيجيبوا المبيعات حتى هي بارطاجيتها مكتوبه فيديوهات وحقيقه الاف المبيعات غادي تلقاها تمايا حتى هي شارح لك وعطيك اكزومبل ديال خمسه الفيديوهات تتشوف فيديوهات اللي ما خدمناش بهم صراحه خدمنا بواحد فيهم ولكن راه شبه داكشي باش كنخدموا شيب ولدرجه ان باش تتاكد هو ان درنا الحمله بواحد فيهم وطرد قلبي فهمتي طرد والفيديو الثالث اسرار اعلانات فيسبوك هذاك كتب شرح تطبيقي كيفيه انشاء حملات الفيسبوك الاعلانيه خطوه لتحقيق الف المبيعات الاخوان هذاك الفيديو راه فيه من الاول حتى الاخر بدينا في الاول بكونت خاوي كونت جديد بحال الكونت ديالك اللي كنتي انت اول مره تحل الفيسبوك عاد بدينا كونت قدينا كامبين قديت حمله اعلانيه لواحد البرودوي شاركت معك البرودوي شاركت معك ستور شاركت معك الحمله الاعلانيه كامله درناها حتى بداو كيجيو المبيعات تبدا تشوف المبيعات كيدخلوا لايف تبدا تشوف كلشي قدام كتبدا تشوف شاركت معك شنو خاص دير بالضبط باش ما يتسدلكش الكونت على الفيسبوك مع الاخوان بزاف راه كيتجاهلوا بزاف ديال الحوايج لبساط فهمتي حاليا ولاو شي حوايج بساط ممكن تسدلك عليهم الكونت على الفيسبوك والمشكله هي شي واحد برو ما عارفهمش كتجي كتلقى داير شي تصويره في لاباج ماشي ديالو ماشي غتسدلك الكونت باذن الله ما 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 ماشي بغيت نقول لك ماشي بعيد وانما ماشي بعيد ماشي مستبعد وبالعكس ماشي ديك ماشي مستبعد يعني يقدر لا غادي طرا ان شاء الله غادي تسدلك الكونت على حقاش خرجوا سام نيو رولز قوانين جديده تاع الفيسبوك والناس باقي ما ابديتياش وهما ما صيفطوش شي سميتو حنايا الاكونت مانجر ديالنا اللي كان قال لنا بالثلاجي استعملوا اللوغو ديالكم في ديك ليماج ديال لاباج استعمل هادي باش نتفادوا المشاكل لان راه جايه شي ابديت غادي نبداو نسدوا لاي واحد حطنا تما تصورت بان تصورت سميتو تصورت كذا غادي نسدوا هذا الاخوان هذا ماك يعني والله الا شوف انا من جهتي شاركت كاع داكشي اللي تحتاج من الزيرو تكون زرق يعني ما فهمتش ما عارفش دابا نسولك نقول لك شنو هي الستائر ما تعرفش تجاوب الا تفرجت داك الفيديو الاول غادي تجاوب اجي نقول لك شنو هو الترافيك ما تعرفش تجاوب الا تفرجت داك الفيديو الاول غادي تجاوب الا قلت لك شنو هي كونفرشن ما تعرفش تجاوب تفرجت داك الفيديو الاول غادي تجاوب يعني من داك الليفل ديال انت ما قاش حتى شي حاجه ما فاهم حتى شي حاجه في التجاره الالكترونيه ما فاهم حتى شي حاجه والتجاره الالكترونيه الاخوان راه هي دابا وهي الماضي هاد السنين اللي فات وهي الفيوتشر ما عرفتش انا تيبان لي زعما ماشي نقول لك ماشي نقول لك كلشي غادي يدير التجاره الالكترونيه كي لا تجي ولي طبيب ولكن طبيب ما في المغرب باقا شويه الامور مضيقه طبيب خصو الانترنت ماركتينغ طبيب بلا انترنت ماركتينغ باش نقول لك ما طبيب ما حتى لعبه ولكن شوف في الاخر ولا حنا عايشين في واحد العالم مادي يعني الطبيب علاش راه الطبيب في الاخر حتى هو تيخدم وتيبغي يدخل فلوس وما كرهش انا نشوف الطبه ديالنا حتى هما بخير فهمتي تنشوف خليني نسالكش الله يسهل على الدراري الله يوفق الجميع بالرجوله الاخوان عقش كنبقى كنشوف هنايا فهمتي في تايلاند في دوك السبيطارات الواعرين الاطباء جايين بالفيراريا والبورش وداكشي كتقول مايمكنش هاد الشيء في المغرب مايمكنش واخا يكونوا عندهم الفلوس ما كيبغيوش يشريو لان الشعب حاطيهم واجي يقولوا لي هذاك راه شنا فهمتي الطبيبه تجي وليت تتقال عليه شنا وبالتالي تيقول بلاش خليني نضرب يجي طبيبين بلا عاديه مع هاد الشعب هذا وحق الله الا بنادم ولا مريض ديك البلاد ديال الحضيه شي حاضيش الطبيب تولي تيخاف مسكين تقال عليه شنا قول له قزار هذاك الطبيب راه قزار تلقى واخا عنده الفلوس كتلقاه مكمش ولا اكثر ديال الاطباء باش نكونوا عادلين يا اخوان في المغرب ما عندهمش الفلوس باش نكونوا عادلين انا ما كنتش فاهم هذا الموضوع حتى سمعت اطباء كيجدوا 3500 درهم واطباء المهم شي حاجه واحد النهار مريح مع واحد الصديق ديالي مصري هو يقول لي يا صاحبي علاش مالكم تتشكى على الطب في المغرب عيان قال لي راه الطب حتى في المغرب حتى في مصر عيان
قلت له ولكن صاحبي علاش يجي يكون في الغرب؟ قال لي لا انا ما كتخلصش الطبيب. قلت له لا شحال بغيتي يتخلص؟ قال لي شحال في الطبيب في المغرب كيتخلص؟ انا ديك الساعه ما كنتش عارف الطبيب شحال كيتخلص. هو يقول لي واحد الجمله، قلت له انا واحد الجمله، قلت له كيتخلص الطبيب عندنا مليون ونص، 15000 درهم، 1500 دولار. انا ما كنتش عارف الاخوان بلي كاين اطباء كيجدوا 3500 درهم، كنحتارمو زعما هادو ولاد الناس. وهي هاديك ويقول لي واحد الجمله اللي بقيت كندورها في راسي حياتي كامله. قال لي هذا بيان سور مليونير اللي كيدوي. قال لي والله اخي سيمو انا نكون طبيب وتنجد 1500 درهم في الشهر ويكون عندي داك الضغط وداك الستريس ويحطوا لي بنادم حتى ننتقم منه وندبحه وندير ديك او كيفاش. قال لي يا صاحبي شنو داك الستريس وديك كثره الخدمه وداك الشيء وبلا ما تيغوت عليك وكاين عليك الدرك وبنادم ما تيقولهاش فيك زوينه، بنادم تيسبك في الاخر. قال لي شوف وبهذاك الصالير تاع 15000 درهم قال لي اجي نولي كننتقم من بنادم، فهمتي؟ قال لي اجي نولي كنقتل بنادم بلا من. قلت له انا راسي انا ما عمرت تخيلت هذا الشيء بحال هكا وكذا، ولكن ما عرفتش تبان لي 15000 درهم كافيه. دارت الوقت كنعاود ندور السيناريو في راسي، الاخوان راه الوضعيه ماشي سهل وانا راه كندوي على 15000 درهم وما ادراك الطبيب عطي 3500 درهم وما كتقولهاش فيه زوين. تيخدم وكيتقاتل، راه كيتقاتلوا، راه كيتقاتلوا على حسب الامكانيات، راه ماشي شوف بحال جبتي ايركات وجبتي فيراري وكتقول واه علاش ما كتجريش بحال ما يمكنش تجري بحال الفيراري لان ايركات، لان انت عاطيه بلاد دايره بحال ايركات ما يمكنش، عاطيه الامكانيات ديال ايركات ما يمكنش تطلب منه البيرفورمانس ديال الفيراري، فهمتي؟ راه ما يمكنش يعني راه في الاخر راه هو طبيب على قد الحال، عنده امكانيات على قد الحال، ماشي نقول لك الطبيب على قد الحال، نقولوا الطبيب سيدي مزيان، الطبيب مزيان ولكن امكانيات على قد الحال. طبيب عطيه ركاطه ما يمكنش تطلب منه البيرفورمانس ديال الفيراري وانت ما موفرليش الامكانيات وهذا ما كان الاخو. ندوزو الاخوان هذا الموضوع هذا علاش جبت هذا الموضوع هذا، كاين يجيو لي طبيب كاين يجيو لي كل واحد شنو يجيو لي الله يسهل الجميع، ولكن الاخوان راه التجاره الالكترونيه واحد البيغ اوبورتونيتي. وعلاش قلت هذا الموضوع هذا؟ لان حتى الطبيب بالانترنت ماركتينغ غير باش كيديروا الفلوس. ملي كنشوف الاطباء هنايا دايرين الاشهارات في الانترنت، ملي كتشوف الاطباء في مصر دايرين الاشهارات في الانترنت. القانون المغربي ممنوع الطبيب يدير الاشهار، ممنوع الكلينيك يدير الاشهار، ما عرفتش علاش الطبيب يدوي على حقه، انا ما عرفتش علاش. المهم الاخوان نركزوا في الايجابي هو هادشي تيبان لكم التجاره الالكترونيه ولا الانترنت ماركتينغ فيه الفلوس ديال بصح. امازون شفتوا شنو داير، والمارت، كلشي الشركات حنايا كلشي بومين حاليا، كلشي اللي خدام في هاد الدومين هذا كيدير الفلوس. وعلى ذكر كما قلت اطباء كتكري الطوموبيلات كدير اي حاجه، راك محتاج للانترنت، سالات ديك الحقبه ديال حل المحل وجلس فيه بحال هكا وتسنى الكليان يجي، سالات يا معلم. دونك دابا الفيوتور كاين غير الانترنت ماركتينغ معلم، يعني غادي تفكر ان ديك لاكتيفيتي ديالك غادخلها اونلاين، واخا انت تكون طبيب كتخدم في الريال وورد كتقاتل مع الناس، ولكن راه غادي خصك تكون في الاونلاين معلم. بيان سور كاين الاطباء تيخدموا على الكونتنت ديالهم اللهم بارك في المغرب حتى هما والدول العربيه. القوانين المهم الاخوان السلام عليكم، ما ندويش في هادشي تاع لي ليميت اللي كاينين. انت الاخ وحاجه اخرى مهمه، باش تولي طبيب شحال تيخصك؟ باش تولي طبيب خصك 7 سنين 8 سنين، شحال 8 سنين يا معلم؟ خصك 8 سنين. شنو يا صاحبي الطبيب راه خصك تحترمو اصاحبي، 8 سنين مورا الباك بزاف اصاحبي بزاف. ولا بغيت سبيسياليزا غتولي خاصها 11 عام حتى 14 عام. تصور انت كتمشي عند سبيسياليست اصاحبي وكدوي فيه خايبه اصاحبي، هو قرا 14 عام من ورا الباك، راه بزاف اصاحبي. وانت كنجي كنقول لك قرا الانترنت ماركتينغ، شوف هاد الفيديوهات هادو، تجلس لهم واحد السيمانه تفرتكم كاملين، ما عادش تولي شوف ما عادش تولي طبيب. كاين الناس اللي تولي طب الله يسر لهم، ولكن الا كنتي كتجيو كاد الفيديوهات هادو كثار ما عادش تولي طبيب، لان طبيب عرفتي اخي شحال تيقرا؟ انا ما نوليش طبيب هاكوك، ما مستحيل لا بالنقطه ديالي ديال الباك لا حتى بشي حاجه. مع احترامي للطبيب وكل واحد غادي يكون في التخصص ديالو، ما يمكنش هو يولي انا وانا نولي هو، ما يمكنش. وانما خاي الطبيب انا كنحترمو، شنو يا صاحبي باش تولي سبيسياليست 14 عام ديال القرايه مور الباك؟ بزاف اخويا بزاف. يعني انا اخ انت ملي كنقول لك خاصك شهر تولي مزيان فاهم هادشي وتبدا تطبقو، 3 شهور تولي ماستر في الانترنت ماركتينغ والاي كوميرس،
راه والو اصاحبي راه احترم اصاحبي دوك الناس. شوف انا تنقول لك طبيب خصو المينيموم 8 سنين، ولا بغيت سبيسياليز خصو 11 عام حتى 14 عام، انجينيور خصو 5 سنين، ماستر خصو 5 سنين، ليسونس خصو 3 سنين، زيد كلشي كلشي كدوب السنين، كلشي كدوب واحد العدد السنين، وكدوب واحد العدد ديال الكريد والخدمه والتقاتيل وكذا. صاحبي قلنا لك ريح بيسي قدام داركم، مريح. شوف شوف ماشي ما تنقولش لك ما تنقولش لك بعد الدراسه، هذه ما عمري قلتها وما عمري، وديما كنقول لك سير كمل قرايتك، سير كمل قرايتك، سير كمل قرايتك. انا ما عمر قلت شي واحد خلي الدراسه، بالعكس الدراسه خاص تمشي فيها. وفي نفس الوقيته بدا 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 الانترنت ماركتينغ، بدا الاي كوميرس حتى تكون غادي فيه مزيان. راه كنت قلتها واحد النهار، انا راني خرجت من البي تي اس كانت داخلني الفلوس ولله الحمد، مشيت للبي تي اس، جيت للبي تي اس جاتني لا ليسونس، كان ممكن نمشي نقرا في تطوان ندير لا ليسونس، وانا نقول اجاي شحال يدخل ليا كاع من هاد لا ليسونس هادي، وانا شحال كيدخل ليا دابا، كتدخل لي واحد البركه سمينه، كتدخل لي اكثر من داك الاستاذ الجامعي اللي كنت غادي نمشي نقص نقرا عنده. وديك الساعه بديك العقليه ديال الحمار احسن حاجه ما درتش مشيتش قريت. علاش؟ لان كانت عندي واحد العقليه ديال انا غادي نسمع لهاد خونا هذا دابا اللي كيدوي معايا انا كنجد اكثر منه، كانت عندي هاد العقليه هادي، فهمتي؟ يا راه ما عمرها كانت بحال هكا. دابا حاليا كنريح يوميا مع ناس، كلشي كنريح معاه تقريبا 99.99 ديال الناس اللي كنريح معاهم يوميا حاليا قل مني، وقدر الناس ما عندهمش، ولكن كنسمع لهم لان عندهم خبره في الحياه كنسمع لهم، لان ماشي كلشي على ماشي كلشي على الفلوس ولا على سميتو. كاين ناس عندهم خبره في الحياه، ماشي نسمع لك الا عندك ما نسمع لهاش، فهمتي؟ هذه عقليه قديمه جبتها من 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 الدوار فين كنت عايش. ولكن الحمد لله ما مشيتش المهم الاخوان، مشيت ديتها في القرايه ديال الانترنت ماركتينغ، ريحت في الدار، زدت ديفلوبي تراسي وسنين، وزدت حتى تسافر على برا نفعاتني، حتى شفت العالم، حتى مشيت للميريكان، مشيت للطايلون، مشيت لسميتو. و هادي هادي الدراري واحد دقيقه، واحد نخرج على الموضوع نعاود نرجع. وبالمناسبه الاخوان راكم شفتوا كلشي بعينيكم، شنو كنت كنقول الاخوان شحال هادي، وكانوا الناس بزاف تيبانوا لهم مدافكر. انا عشت في امريكا وعشت في تايلاند ياك، وتنقول لهم ما يمكنش انا نعيش في امريكا انا غادي نعيش في تايلاند لان تايلاند احسن. وبنات تقول لك مي كل جا صاحبي تايلاند صاحبي واش امريكا انا صاحبي واش ما حشمتيش صاحبي واش ما مرقتيش واش كذا. وانا كنعرف بزاف ديال المحامين مراكنه شدوا التقاعد عايشين هنا، كنعرف بزاف ديال الشخصيات مراكنه، كنعرف واحد الديريكتور تاع مايكروسوفت كان في الفلبين عايش هنا، ولكن بلاد ما كيفهمش هادشي. كنقول لها ما يمكنش معلم نعيش في ميريكا، ميريكا راه ما يمكنش اصاحبي، راه ميريكا راني حطيت بيكالا، حطيت بيكالا في شيلبورن اريا في ميامي تسرقات لي اصاحبي، وتسرقات اصاحبي، وميريكا راه حطيت بيكالا ماشي في شي حي عيان، واحسن بلاصه في ميامي وتسرقات لي بيكالا معلم. والطيرون راه كنخلي الطوموبيله نديماريا وكندخل كنشري اللي بغيت وكنخرج، ما كاينش اللي يسرقني. بنت يقول لك لا صاحبي الطيرون دوله فقيره نو 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 الطيرون عيان. حتى جات كورونا عاد بان العالم على حقيقته، ميريكان تدرعات، ميريكان كاع ما عندهاش الحق كاع دوي شي مسكين الله يحسن العوان الله يشوف من حالهم. ميريكان كرات العصا، انا عايش بلاكم ما بلا والو، عايشين اللي صار محلوله كلشي محلول، عايشين الحياه معلم، ما كايناش كورونا بحال دابا شي 4 شهور 5 شهور ما كايناش كورونا. دابا عاد بدا تيقول لي بنادم خويا سيمو شحال هادي كنتي كتقول لينا هاد اللقطه هادي وكنتي كتجينا ما فاهم حتى لعبه، دابا عاد واش نيض بصح صات؟ راه حنا كنا عايشين هنا وعارفين الجنه وعارفين المستقبل فين كاين، ودول اسيا الصين وماليزيا سنغافوره واخا باقا مقاتله مع كورونا، اليابان حتى واخا باقا مقاتله مع كورونا، الفيتنام فيها المستقبل، الفيتنام من هنا 10 سنين تكون واعر، الفيتنام هي الطيرون شحال هادي يعني فهمتي. شوف العالم صاحبي العالم، انا كنت عايش سنين هادي مناش من 2013 14 2012 جيت للطيرون، 2013 جيت على عطله، 2014 جيت وريحت 6 شهور رجعت، و2015 جيت ريحت بمره صافي. علاش يا معلم؟ لاني عاقت لقيت الجنه معلم، لقيت الناس عايشين في المستقبل، وليتي كتمشي لميريكان كتجيك فقيره وحقيره، ولكن كتقول هاد الهضره هادي شي واحد كتفلى عليها صاحبي. ميريكان كي جيتك الناس سالوا مع كورونا 3 شهور 4 شهور هادي، ما خصنيش نكذب نقول 5 شهور سالينا مع كورونا عايشين هنايا بقير، ما كاينش هاد الهضره تاع كورونا ما تسمعهاش اصاحبي. فين هي امريكان ديالك؟ فين هي فرنسا؟ فين هي المانيا؟ فين هي ايطاليا؟ ما كايناش. ولكن الدراري اللي كنكون كندوي هاد المره هادي شد الهضره ديالي دخلها وقول نجربها، هي تيقه هي تيقه، قول نجربها، لان انت ما شفتيش ما شفتيش انا نفعتنا هاد القضيه ديال السفيره صافرت على برا وشافت وسميتو صاحبي. راه ملي كنقول لك تايلاند امن بها الصاد، تقول ما قدرش على امريكا الصاد. غنقول لك الا جيتي عشتي في بوكيت فين انا عايش
غادي يجيك العيش منها بحالها بحال نيويورك، غادي تشد الطاكسي غادي ينزل عليك زدو من المطار، مع غادي تقول السلام عليكم تقول هاد الناس هادو تيبالغوا فهمتي، ما كاينش دوك الاثمنه ديال طلع لي تشانغ ماي تخبى عليا تمايا داكشي بوكيتا معلم كاين يزدح ليا بنادم فهمتي، الاثمنه تجيك مبالغ، اقل وجبه غادي تضربها بواحد 250 باط يعني واحد 70 80 درهم، الا ما كانش ب 300 باط يعني 100 درهم، هادي شي وجبه المهم قضي يعني ماشي على رخيصه السيطان، ماشي على رخيصه لان الدوله هاربه لان الناس هاربين، ماشي انا حط بيكالا في ميامي وتسرق ليا ونمشي عند البوليس ويقولوا ليا واش انت ستوبيد سده كدا دابا درتي لنا الخدمه راه ما كانش عليك اصلا تخليها، علاش خليتها ودخلتي تاكل او وليت انا هو المشكله، هذه هي امريكا نصاب باش نلخص لك امريكا، هي هذه غتحط بيكالا شي البور اريا في ميامي غتسرق، ما بقاش نقول لك داكشي العنصريه شكون اللي سرقها كدا داكشي ما عندناش معاه، المهم غتسرق هنا تنحط الطوموبيله مديماريه كنزل منها تنخلي الباب محلول تندفعو بحال هكا وكنزل كنتقطى داكشي اللي باغي وكنطلع ليها باقا مديماريه وكنمشي لها شي جله ديز ولدرجات كنحط الساك بالفلوس بالبورطابل في لاصال ما كنسدش عليه كنرجع كنلقى بلاصتو كنهزو كنزيد هنا كاين واحد القضيه شويه ديال تجي واحد القضيه شويه ديال تجي مبالغ ولكن انت بغيت الناس يجيو اش كنقول لكم الاخوان كنقول لك باش انا داخل المغرب باش نعيش في المغرب ديما كنقول لك انت الا باغي تجي للفيوتشر تبدلي العقليه ديالك شويه تنقول لك شي دول ممكن تمشي لها تشوف الناس كيفاش عايش ما كاينش في الثقافه العساس ما كاينش كتلقى 3000 4000 5000 موتور مباركي ما كاينش العساس ما يحتاجوش عساس لدرجه المدام واحد النهار بغيت نخرج الطومبري قالت لي انت تجي معايا كتباركي وتزيد تباركي وتزيد انا ما عمرني شفت العساس قلت لها علاه حنا قريش باش يجي عندنا العساس خصنا نكونوا قريش عادي يبان العساس هادشي اللي طاري على الاخوان في الدول اللي فيها كامله العساس مع احتراماتي ليها علاش نحتاجوا عساس دونك حنا مراضي اللي احتاجينا عساس انت بغيتي تباركي طوموبيله وبغيتي تخرجها وتجي لي شفرها ولا تجي لا تجي جرحها دونك الشعب عندك مريض بالرجوله من الاخر واش ملي جيت للطايلاند في 2013 ما كاينش صاحبي العساس علاش صاحبي تعس على الطوموبيل واش انت مريض علاش نخلق وظيفه ديال العساس الطوموبيل اجي لبس الشيلي وكذا وسمي علاش تخلق هاد الوظيفه هاد ماشي المشكل في العساس المشكل في هذوك خوتنا اللي يجيو يجرحوا لك الطوموبيله ولا يدوز يسرقها ولا شي حاجه ولا يهرس الشاج ويهز لك شي شت المرضى صاحب تخيل عايش في بلاد بلا عساس هي هاد عايشين الحمد لله في بلاد بلا عساس باخر هادشي الاخوان ارجع في حالي هادشي هذا المقتطع ديال الناس ديال امريكا فين هي امريكا انا صاحب امريكا انا صاحبي دابا الناس فهمتي وهربوا الناس تعرف بنادم قال لي عنده الفلوس في امريكا انا دابا مريح في دبي هارب المهم هاربي ما كرهوش يجيو للطيرون طيرون ساده واحد الاشاعات نشرات كانوا تيصيفطوا لي الخوت ما عجيش عليهم بقى ندوي بعض المرات كتبوا تحطوني في واحد الموقف انا كنرجع للور انا ما عنديش مع الكلاشات وداكشي المهم واحد الانفلونسر بارطاجات راه كاينه واحد الرحله لدبي وكذا وسميتو بنادم زاد تيطاكيني تيقول لي واه يا طالوند محلوله وغيديروا رحله لدبي كتكذب علي انا كتقول لي الطالوند مسدوده وتا واحد ما يدخل ما جاوبتش قلت اش غادي نقول لهم دابا نبقى نفسر لهم بلي راه ما يمكنش وحاليا راه ما يمكنش نتوما راه ما عارفينش الطالوند وما عارفينش شنو طاري هنايا وما عارفينش الاجراءات ديال دخل البلاد وما عارفينش راه البلاد راه دايرين واحد الدراسه هي باش يحلوها وتجربوا دابا مع الشينوا والسيمانه الفايته الله دخلوا 40 واحد والروينه باش دخلوا ودوك الاجراءات باش ندخل لهم الحماق داكشي فهمت تيجي واحد تيقول لي انفلونسر هادي راه قالت لنا الانفلونسر فلانيه راه غادي رحله لتايلاند وممكن نمشي كتكذب علينا شنو غادي نهضر نبقى نتجاوب تقول لي ميك اصاحبي خلي امو بنادم راه ما يفهمش وما باغيش يفهم بقى انا نشرح ليه حتى للصباح فين هو داز شهر ونص على داك البوست ديال الانفلونسر راه غادي رحله لتايلاند فين هو ما جاوش اصاحبي ما جاوش ما تبقاش اصاحبي تيق اي حاجه اصاحبي خاص تيق ولا قلت لك شي حاجه عود سمعها ماشي المشكل تاع الانفلونسر راه عاودوا تجبدوا لنا معاه مشكل ماشي المشكل ديال الانفلونسر راه مريحه جات عندها جون فواياج قالت لها دير لنا هذا البوست دارت هذاك البوست وخذات فلوسها الله يسهل لها ولا الانفلونسر ما عرفاش اش طاري هنايا انا اللي عايش هنايا وعارف شنو طاري هنايا فهمتي راه ما ساهلش الدخل ما ساهلش دابا الله كيجربوا مع الشناوه لان الشينوا ناقصه فيها كورونا ماشي بامون عديمه وكيجربوا معاها وقالوا ليها في حالات بانوا حالات اجي نوقفوا هذا البروغرام هذا الله كيتيستيو يلاه كيتيستيو
وغادي تجي انت تقول لي لا طلقات الراحه علاش كتكذب. المهم الاخوان شي باش كنقول لك علاش كنقول لك هاد الافكار دوك الرسخه عندك، الا قلت لك شي هضره سمعها وما تبقاش تناقش فيها، لو بغيتي تناقش فيها جربها وجي ديك الساعه تناقش معايا. بحال كون شديتي الطياره وجيتي ودخلتي ديك الساعه قول لي انا. اما هذيك الهضره ديال تشد لي الهضره ديال شي واحد سميت الدراري، شد شي هضره قلتها لك شدها امن بها دخلها لدماغك وجربها، ما تنقولش لك امن بها يعني مسلمه، لا شدها غير حطها قول هادي هضره غادي غادي نتيستيها وتيستيها، ما تبقاش تشدها صافي واسمي. المهم الاخوان دوينا على انك لابغيتي تولي طبيب غادي خصك واحد السنين ديال القرايه. الناس اللي تولوا اطباء راه الله يحسن العوان تنحترمهم بزاف، لي زانجينيور كنحترمهم بزاف، ماشي على 3 سنين الاخرانيه كنحترمهم على كلاس بريب خويا راه بزاف اصاحبي، راه الكلاس بريب ما خويا بزاف بالرجوله بزاف. يعني الاخوان انت تنطلب منك تنقول لك شوف غتمشي غادي تحل واحد الدوره تاع الاي كوميرس ديالي ولا ماشي ديالي، شوف سر شي دوره اخرى، ما واخا نقول لك بالرجوله ما تلقاش حسن من هادي، باش نسالي هاد الهضره هادي من الاخر فهمتي، نقول لك ما تلقاش حسن من الدوره هادي ديالي، ما تلقاش، ما كاينش شي واحد شارح الفيسبوك اد موريك البرودوي موريك ستور موريك سميتو توريك الحمله لايف والمبيعات كتدخل، هادي ما عمر دارها شي واحد فهمتي، لدرجه ان قبل ما يتبيبليا الفيديو جمعت توب انترنت ماركتر المغرب كاملين كاملين والله الا خاصني نسمع نتفكر الجمله اللي كان قال ليها واحد. المهم واحد الجمله كتعني هذا راه 16 الواح شي حاجه بحال هكا، قلت لهم الدراري السيمانه الجايه غادي نبوبليو واحد الفيديو بغيتكم تعطونا الراي ديالكم فيه، ها هو طن 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 درنا المبيعات لايف 3 ايام الحمله خدامه شحال دخلت المبيعات شحال دخلت الشيفر اللي درنا كذا 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 كذا، واحد من الطوب ديال الانترنت ماركترز في المغرب بحال هكا الجمله ما بقيتش عقلها، ولكن المهم سيمو واش تدوا بصح نشوفوا الفيديو وكان جوجل ميتينغ وبارطاجيت وخليتهم يشوفوا الفيديو قبل ما نابلودي. قال لك سيمو بزاف هاد الفيديو هذا هو 16 الوحش، قلت لهم كاين شي فيديو بحاله في يوتيوب فاش بانش لك؟ لا ماشي، اما ما كيبارطاجيش البرودوي يا اما ما كيبارطاجيش ستوري اما كيولي المبيعات يا اما ما تيوريش الفيديو باش خدم ما تيخبع الاد كوبي ديالو يا اما المهم تيكون كيبيع الطوارات خونا كيبيع الدوارات. قال لي يا اخي سيمو بالرجوله تهرس الناس اللي كيبيعوا الدوارات، قلت لهم انا ما عنديش حتى شي مشكل مع الناس اللي كيبيعوا الدوارات الله يسهل لهم الله يوفقهم، ولكن انا معلم خاصني نبيبلي شي حاجه مزيانه فهمتي، انا صافي بالرجوله الدراري حتى دوك الانترنت ماركترز توب ديال الانترنت ماركترز في المغرب جاو ما شراو من الدومين تاع الاند. نقول لك الدراري علاش 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 بارطاجيت كلشي تاع الاي كوميرس، لان الدراري انا ما بقيتش في الاي كوميرس انا وليت في اللوجيستيك، علاش نبقى دابا بنادم شي يقول لك لا راه قدرت تخبيو عندنا ما كاينش علاش نخبي عليك، راه بارطاجيت معاك كلشي اللي تحت غنبارطاجي معاك داكشي اللي ما يبارطاجوش معاك الاخرين، وهما ما عارفينش اللي كنت الفيسبوك ديالهم علاش كيتسدوا. وتصور واحد جاي البارح تيتناقش معايا تيقول لي واش بصح خويا سيمو قلت هاد اللقطه كيتسد عليها الكونت واش بصح، وهذا واحد من الماركترز المغاربه اللي كيبيع الدوارات، تخيل معايا هاد اللقطه هادي بلا ما نقول سميتو، ما جاتش اصلا ما جاتش تنقول سميتو، قلت لها اخي راه ها انت شوف هاد ليمايل هذا هو راه من عند الاكونت مانجر ديالنا في فيسبوك راه تيتسد عليها لكم، قال لي شكرا فهمت، يعني هذا التخايل هذا تيبيع لك الدوره مع احترامي للناس اللي كيبيعوا الدوارات، ما عرفش هذيك اللقطه ماشي اصلا كتجيك ستوبيد فهمتي، انا يتسد لك الكونت على هذيك لا لان فيسبوك ناضوا عليه دعاوى وناضوا عليه صداعات وناضوا عليه مشاكل، ولا كيسد لك الكونت على شي حوايج بساط، ودوك الحوايج بساط شاركتهم معك كاملين، قلت لك رد البال مع هادو يقدر الكونت ديالك يتسد على قبلهم، انا بارطاجيت معاك كلشي. شنو هو انا اخويا راه شريته من الاي كوميرس الاخوان بالخ، شريته من الاي كوميرس الله يسهل لكم الدراري في الاي كوميرس، درنا سام فاكين ميلينز اوف دولارز، دعيو معانا قلنا مبروك الرجوله انت درنا ميلينز اوف دولارز شريناه بحالنا، ماشي زعما تخلينا على الاي كوميرس لا باقيين في الاي كوميرس، لان اللوجيستيك هو الاولى عاد تيجي الاي كوميرس، الا ما كاينش اللوجيستيك ما كاينش الاي كوميرس، يعني فهمتي صافي، يعني الاي كوميرس الادز بالمناسبه شرحت لكم الادز وقلت هذه الجمله هذه الاخوان، قلت لكم 3 سنين ولا 4 سنين الاخرانيه قسما بالله ما درت اد، وغادي نديرو دابا وغادي ينجح، علاش؟ لان انا اللي كنت شرحت للتيم ديالنا ديك الساعه ديال الميديا بايرز كيفاش يقادوا الاد، وراه سامبل شفتوا المبيعات كتدخل، كيشوفوا دوك الناس ديال الفيس تيشرحوا لكم دوك الانترنت ماركترز الاخرين تبقى تقول لي والاودينس والانتريست وكذا، اصاحبي كتعقدوها بزاف اصاحبي، وحنا اصاحبي ضربنا الملاير اصاحبي ضربناها بنكست نكست 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 اصاحبي، حشومه اصاحبي تعقدوا الامور، والمشكله الدراري ما كتلقاهم دايرين والو في حياتهم فهمتي، ماشي تنقول لك هاد الهضره هادي باش يديروا شي حاجه في حياتهم، لان راه نقول لك الاخوان
انت لا واش ما كتلاحظوش هاد الهضره؟ ما كتلاحظوش هاد بعينيكم؟ كتلقى شي خونا قافز واعر وكيطير وما داير والو في حياته، وكتلقى شي واحد حمار بحالي عادي جا قال لي نيكست 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 ويوريهم البيعاش اخونا اللي كيبيع الدوره حتى هو. قال لي واش دخلنا عليك بالله اخي السي موج؟ بقات شي حاجه مخبعه في داك الفيديو، انا راه حمقني فهمتي فليب هذاك الفيديو، علاش هو فيلسوف؟ شوف وبالرجوله كيترزق من الثورات الاخوان، بالرجوله كيبيع داكشي اللي كيدخل في الثورات، والله ما كيدخلوا من الايكوميرس باش نجيكم بصراحه، وماشي لان ولات كتدخل الفلوس من الثورات عكز يدير الايكوميرس، هادشي اللي طرا ليه فهمتي ديك اللعبه ديال اخويا السيمو الفلوس من الثورات باردين، علاش ندير اخويا السيمو الايكوميرس صافي تماره والشيبينغ فهمتي؟ انتوما اللي خرجتوا عليه ماشي هو، هو ولد الناس، انتوما اللي خرجتوا عليه كتعطوه الفلوس مابقاش بغا يدير الايكوميرس. الرجوله هادي هادي الصراحه يعني ماشي هو اللي ماشي هو اللي ما يسواش فهمتي؟ و حتى هو من دوك الناس ديال الانتيريست والدوبليكيت وكذا والتسكيلي ديالها صاحبنا هو صاحبي هو صاحبنا راه الاتا صاحبي السنين حنا كنخدموه كديرو كيما شرح لك السيمو لايف طريقه السيمو لايف اللي صنع حمله اعلانيه باق باق نيكس 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 تفرج في البيع دو 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 البيع داخل واش الفيسبوك اصاحبي واش الفيسبوك معلم انا والمدام كندوي وقلت لها انا ما كرهتش شي شوايه من هذا النوع هذا ما كرهتش واحد الريباي تكون فيه شي شحمه بحال هكا تصور كنوصف الريباي تصور كنوصف النوع ديال الستيك اللي باغي ناكل كنوصفو بورطابل محطوط مع سالينا الهضره درت باق ويقول لي ذا بيست ريباي اللي كاين في كذا 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 غير الاد اللي طلع ليا بعيد عليه ب 700 كيلومتر ما كرهتش نمشي دابا انت هادو اللي قدو هاد الاد هادو داروا نيكست 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 داروا داكشي اللي درت انايا دابا انت غادي تجي تكون فاكين سمارت على فيسبوك تكون انت واعر على فيسبوك باش يلقى لك دوك الناس اللي عندهم الانتر راه ما عرفتيش ان ليفل ولا كي اوبتيميزي راه ما بقاش كي اوبتيميزي على الكونفرشن بحال شحال هادي في 2014 15 ما لا ولا كي اوبتيميزي على كل واحد كيشوف الادز الرياكشن ديالو واش سكرولا بالزربه واش تعطل شحال من ثانيه ولاو نزلوا هاد الليفل هذا ولاو كي اوبتيميزيو على شي ليفلز ديال انت فشي سيت اخر شحال بقيتي فيه شحال كتا شنو في عينك علاش بقات شحال من حاجه واش سيليكسيونيتي شي كلمه وزيتيها درتي لها كوبي يعني فهمتي انت مهتم بها غادي تقلب عليها الحماق وغادي تجي انت تبقى تقول لي الانتيريت معلم الانتيري خدام لك بعض الدول باش تنقص هذاك الكوست بير سيل في الاول اما راه الى الدول العربيه ودول اسيا ودول افريقيا خلاص افريقيا بحال هكا تطبع الفلوس هذه ديري الطريقه سيمو لايف لصنع حمله اعلانيه فهمتي بالرجوله الدراري الطريقه هذه خاص تخلي ولا اكسكلوزيف بسميت الا مشى تبينها شي مضفكر اخر قول لي هذه ديال سيمو لايف فهمتي باش ما يتطاولش لنا شي واحد على الطريقه هذه واخا هي فهمتي تقصهم علاش لان ستوبيد على هاد الدراري قلت لكم شوف ما تبقاش تفكر بزاف لان قاعد خوت لك تيبان عالم ما تيدير حتى حاجه في حياته وداك خونا اللي حمار فهمتي مثلا ملي كنكون كندوي داكشي تقول لي خويا سي واخا الاخوان ماشي هذه الطريقه ديال في الهضره في الحياه العامه فهمتي يعني ولكن هذه الطريقه اللي واكله يعني هذه الطريقه اللي كيسمع بها هذا الشيء هذا يعني تقول خويا سيمون انت تدبر ما قالوش كتبان لي مكلخ فعلا راني متفر يلا تفر انت هذا الشيء اللي بغيت صافي يلا سير تخدم يعني ما تبقاش الاخوان تعقدوا الامور ديال لا الاودينس خاصك فهمتي دير واحد الماركت ريسيرش علاش كيدير فيسبوك علاش فيسبوك كيضرب الملاعر احنا علاش غنعطيو الفلوس دير واحد الماركت ريسيرش تعرف من هما الطبقه المهتمه بالمونتاج وكذا صابنا هادشي كان شحال هادي متفق معك متفق معك متفق معك هادشي كان شحال هادي انا ملي كنت كندير فيسبوك في 2010 راه الاعمال الشاق 2011 القسم بالله الكونت عاد الصباح كندوي مع المدام قالت لي شحال دابا الكونت عندك ما تسدش هذاك الكونت ديالك بيرسونيل هو باش منو كديت داك البيزنس ماناجر باش شرحت لكم قلت لها يقدر شي 5 سنين 6 سنين درت لها الطن وانا نتفكر 2010 2009 2010 من ديك الساعه 2010 2000 يكون 2000 2010 المهم هو باش جبت واحد الارباح في السي جي دوت كوم كنت بارطاجيت معكم في السي جي في واحد الشركه سميتها كوميشن جانكشن درت اكثر من 100000 دولار كنت درتها بفيسبوك يعني في 2000 كان ديك الساعه اعمال شاق فهمتي ما كانش هاد الاوبتيمايزيشن اللي هو ملي نقول لا الاوبتيمايزيشن على الانتيري الميولات ديالك داكشي ماشي انت اللي هاد التيره هو هادي ديرها وخيرو دليل علاش الدراري بارطاجيت معكم السيلز
علاش بارطاجيت معكم السيلز والمبيعات والنهار الاول والثاني والثالث وهي كتوبتيميزي والثمن ديال المبيعات غادي كينقص. عرفتي علاش؟ لان غادي ينقزوا لي القروده اللي كيبيعوا الدوارات وداك الشيء يقول لك اه ما يمكنش نيكست 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 راه كيضحك عليكم. لا جربها جربها وديك الساعه دوي جربها ودوي عاد دوي جوج هي راه خدام. انا نجي نجربها هادي تسكت سهله صاحبي ما تحقدوش صاحبي ما تحقدوش صاحبي الناس داك الشيء فهمتي. ولكن فهمتي انا تنتفهم تنتفهم الواحد ملي تصور انا جيت تصور انا دابا خلصتيني $1000 وقلت لها الله خويا السيمو اشرح لي الطريقه ديالك اه بيان سور خاصني ندير فيها فيلسوف وخاصني ندير فيها عميق دابا وكاين فهمتي كاين الاودينس وخاص دير واحد الماركت ريسيرش وهاد الماركت ريسيرش كتعتمد على السكس ديال الناس واش مان ولا وومن وغادي نقول لك عاوتاني الجندر ديالهم واش مان ولا وومن وخاص الايج شنو هو الايج ديال الناس اللي باغي التارجيتي شنو هما الانتريست ديال هاد الناس شنو هما البيهيفيورز ديال ام قنت فلسفي فهمتي. لان خلصتيني $1000 بحال كنتي طرا لك مع داك خونا اللي عطيتيه الفلوس ديال الدور ولكن تصور عطيتيني $1000 وقلت لك انت اصاد بالروج ولا غادي تقاد فيديو بحال هكا ودير نيكست ناو تقول لي فاك يو اصاحبي ما يمكنش اصاحبي تجي لي $1000 ديالك وانت ما جربتيش. المشكله هي انت ما جربتيش وهذا الدراري حتى هو اشكاليه. يعني انت ملي كتمشي كتبغي تشري دوره كتشريها بكثره الهضره وكثره داك الشيء كتبغي يتفلسف عليك وكتبغي ياخذ لك 70000 ساعه كتبغي ياخذ لك بزاف ديال الوقت كتبغي فهمتي. ماشي بحال 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 واحد الكوتش انا خلصته باقي عاقل خلصته ربعه البركات عطاني ساعه المكان ساعه المكان ورقه وستيلو قال لي ها باش نصحك طن 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 داك شويه الوقت باقي عليه التاثير ديالو الى يومنا هذا في الحياه ولكن انت ما تقبلهاش علاه فهمتي. حتى هما عارفين شمن كتريح مع شي خونا كيبيع لك شي حاجه ما ينسى ما كندويش على ذوك الكوتش اللي هو ما داير والو في حياته بالمناسبه فهمتي. معاك كاين شي كوتش الله يسمح لهم الله يسمح لنا ما ندويش على ديك الشريحه كندوي لك على كوتش فهمتي اللي داير واحد الكامباني دايره واحد تدير اكثر من واحد $100 مليون في العام وكذا وفهمتي وقبل لي كوتشيك وسميتو ما اصلا ما يبغاش فهمتي ديك الفلسفه وداك الشيء محتاج تبيع اصلا يقول لك هاك فلوسك سيري في حالك الله يرحم لك الوالدين سيري في حالك كما درت انايا. عرفتي علاش؟ علاش بارطاجي الدوره في رادارك فابور كان ممكن نبيع وحق الرب وطلبت $1000 تنبيعها بها وغادي نبيع طاير ولكن علاش؟ هادو ما دافاكرز عاوتاني هو كيبيع لنا الدوره وتقول لنا عندي الفلوس وغادي يدير الفلوس على دارنا والفلوس على دارنا. اخر دوره بعت في 2012 نجي باش نسالي هذا الموضوع هذا وانا ما احتاجش فلوسك وما احتاجش فلوس كيخوضوا يعني باش ما فهمتش باش بلاتي بالك كنضرب عليك الحديد وكنعيش تقول شي فلوس ما فلوس كاسط ما والو انت اصلا ما فهمتي خليني ساكت يعني فهمتي. عطيتك الدوره فابور قلت لك هكا العرض الله باش من نكثروش الفلسفه وما نكثروش الهضره. علاش؟ لان كون جيت درت لك شي حاجه سامبل بحال هكا تقول اه صاحبي هذا الشيء اللي وريتي لنا سامبل واش باغي انت باغي تنجح في حياتك ولا باغي نعقدها لك؟ بغيتي تنجح هاي الدوره فابور راه ما كاينش بحال الدراري. سالينا هذا الموضوع هذا ندوزو شنو اللي جاي سون الدراري. لونسينا يو كان الحمد لله تلونسات في 14 جونفي ديال هذا العام هذا يعني في البدايه ديال هذا العام. الحمد لله الدراري المغاربه غاديين فيها مزيان ومن كان تم تنقول المغاربه وخا المصريين وما رقم واحد فهمتش تنسمو بالمغاربه لحقتش تندو انا بالدارجه هذوك خليهم هذوك تندو معاهم بلغتو غاديين مزيان فاتوا 60 مليون ديال الدولار هادو هي المغاربه وباقي غادي نجمعوهم وغادي ندير واحد ليفيرمون تفوت هاد صداعه كورونا باش حتى انا ندخل البلاد خشي اصلا اللي كيخليني نقول حتى السيمانه الجايه كورونا واصلا حتى هاد لي صالي زدو في الرباط هاد السيمانه هادي حتى هي اللي تخليني حتى الشهر الجاي. كنت باغي نجي السيمانه الجايه اصلا بديت كنهندس كنشري كاع داكشي اللي خاصني باش ندخل المغرب ولكن ملي شفت لي صالي صاحبي حنا عايش في بلاد سالات مع كورونا 4 شهور 5 شهور هذا صاحبي وغادي نمشي نبيع راسي رخيصه صاحبي نرجع فهمتي. وامة الناس كتسنى كتحلم تجي للتايلاند صاحبي كتحلم فهمتي كتحلم يعني حلم انك تدخل للتايلاند ولا ماليزيا ولا الشينوا دول سالاو مع كورونا والحياه يا معلم حياه ديال بصح وما تسمعش كورونا صاحبي ما تمرضوكش بها في التلفازه صاحبي. ان شي ديك كورونا نقول لك الخطر ديالها هو يبقاو يقولوا عليك في التلفازه وكيستريسوك وتتمرض فهمتي. يقدر الا جاتك تقدر تقتلك هي بسبب ان انت كتعاود لك الفكره بزاف في الراس وكيخلعوك تيخلعوك تيخلعوك اصاحبي بزاف اصاحبي بزاف. هنا لا هنا قايلين الشيء فهمتي ديك اللعبه ديال الصح ما تيدوش بزاف ديروا الاحتياطات ديالكم اللازمه السلام عليكم العام زوين. هنا اصلا فهمتي كاينه ديك الثقافه ديال العام زوين فعلا لانه عام زوين فهمتي ديك الشيء ديال ركز في الايجابي ما تركزش في السلبي وهذه
اجي ماشي اجي نلوم عليها فهمتي، اجي تيفخ تاخذها المغربي، المغربي ما عرفتش ولينا واحد الناس ماشي ولينا تيركزوا بزاف على السلبي فهمتي. الا حطيتي ليه 99 موضوع ايجابي وحطيتي ليه واحد السلبي فيه فضيحه، اجي مشي لهذاك الفضيحه هاكا ما عرفتش علاش فهمتي. وعزيز عليه يدوي بواحد السلبيه كبيره، وعزيز عليه يدوي على الفضيحه. المغربي هاكا ولا الاخوان مش كننتقدوا لانه باغي يتحسن. دابا مثلا تطريح مثلا شي انترفيو مره كتسمعوا ولا شي حاجه، ولا كطريح مع شي شباب تتندم على صريحتها، خويا ما درتش حتى ما صبعت الطاره كثير اخويا الطار. جينا تشوف الطاره اللي كاينه تحشمها صاحب، جيت تشوف انا التحول الجنسي اللي كاين تحشمها صاحب، واش كتصب لي لا نهار صاحبنا ما عندهاش علاقه، ما كايناش علاقه ما بين هاد الجواج صاحبي. الدعارة كتري هذا صاحبي في مراكش لا صاحبي، ما تبقاش تقول هاد الهضره هادي. انا مشيت لشي بلدان فيها الدعارة بالعلالي ما كيدويوش، الدعارة مفرقعه ما كيدويوش اصاحبي. علاش المغربي ولا فهمتي هو مشوه بلادو اصاحبي، هو مشوه بلادو. شتي حنا ما حتاجش حتى شي واحد يشوهنا، عندنا مواطن ديالنا زوين هو يجرنا فضيحه فهمتي. تبقى تسد لي فمك تقول عرض الله ينادي يسكت ويسكت اصاحبي، خلينا نمشيو نخدموا نركزوا شي حاجه. ولا لا اخويا كاين المنكر ما درتش حتى ايوا تيس كثر الناس راه عندهم الشتا صابا وشي منكر كاع ما تحلم بها صاحبي. هانتي هادي حتى هي نقطه فهمتي. احنا الحمد لله ماشي ما كاينش دوله كتركز علينا تفضحنا ولا شي حاجه، ودول اخرين حتى هما وحق الرب الى داكشي اللي فيهم فهمتي. دول عربيه داكشي اللي فيهم، ولكن ما عندهمش مع بنادم اللي يدوي في هاد المواضيع. تصور انت كاجنبي تقول لهم كثير عندك الطعاره، تجي تقولها لهم. انا مثلا بغيت نطلع عليهم، اعوذ بالله لا حول ولا قوه، فين اخويا شفتها؟ وحق الله الا مع الدوره وماشي وفي القهوه باش نجاو وياه مريحين من وراكم وقدامكم طريه الروينه، هاي نكرك فهمتي. ما يدويش معك في الموضوع يقول اعوذ بالله فهمتي. وكاين واحد الدوله في شمال افريقيا نايضه فيها الروينه، هاي نكروك استغفر الله ويقلب عليك. عكس المغربي ما يجبدو حتى واحد فهمتي، هو فيه هاديك تقلب على الفضيحه عزيز عليه فهمتي. ولا لقى فضيحه قدا هكا، الدول الاخرى كتكون فضيحه قدا هكا كيديروا ليها هكا تيتمصوها، حنا فضيحه قدا هكا جبتوها فو تيكبروها ما كيكرهوش انها تدوز في اذاعات العالم كامله. الدراري بليز ركز على شي حاجه ايجابيه، راه العالم زوين لواحد الدرجه اللي كتحرموا راسكم انك تشوفوا دوك الحوايج الايجابيه. العالم زوين بزاف اصاحبي، فيه واحد انجي فيه بزاف د الحوايج ايجابيه، ولكن راه بحال ديك اللقطه ديال علاش كتركز داكشي اللي كتشوف. واحد الفيديو على الاخوان ما عرفتش تلقاوه في اليوتيوب بالسربه، واحد الفيديو ديال تيقول لك حسب دابا جوج الفرق الباسكت، فريق لابس الكحل فريق لابس الابيض، تيقول لك حسب الفريق اللي لابس الابيض شحال من مره ياخذ الكره شحال من مره يباسيوها بيناتهم. ياك انت كتبقى كعقليه ديال المغربي كتبقى ها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه 11 تيقول لك تيوقف الفيديو عشان تيقول لك شحال مره باساوا ياك انت كمغربي قاس 11 المره، تيقول لك 11 كتقول جبتها معلم، تيقول لك لا انت حمار. لان ديك اللحظه فاش كنتي انت مركز مع هذوك تيباسيو الكره بيناتهم، داز واحد الدب في وسط القاعه داز ما بين اللعابه ودار بحال هكا وشطح ومشى وما ركزتيش معاه. علاش ما ركزتيش معاه في نظرك؟ لان خليتي عينك مركزه على شحال من مره غادي تباسا الكره، وبالتالي وليتي كتشوف غير الكره ما بقيتيش كتشوف الدب اللي داز. وغتلقاو هذا الفيديو هذا في يوتيوب ما فهمتي بقى الفيديو، غتلقى الدب اللي داز وشطح في وسط القاعه وما شفتيه، غتصدم من بعد تقول ناري واه يا ناري وانا ما ركزتش مع هذا الدب هذا كامل اللي داز ما ركزتش معاه. ما يمكنش وراه هادشي اللي طاري لكم الدراري من الاخر، مركزين لي تما على داكشي السلبي جالسين كتحسبوه، هادي دازت هادي رشعات هادي كدا هذا من هنا هذا غنى هذا ما غناش هذا كلاشي هذا، راه مركز عينك وراك مخلي الهمزه هو داك الدب اللي داز وشطاح بحال هكا ومشى وما شتيش. حنا شنو دايرين؟ مركزين على الهمزه. انت حسب لينا عدد الكوار اللي تباصاو حنا ما مسالينش. نتمنى لاي واحد يسمع لهاد اللايف هذا يركز على الهمزه، ما تبقاش مركز ليا على شي تربحه صاحبي بشي فضيحه ولا شي روينه ولا هذاك لاشي هذا ولا هذا الفنان رد على فلان ولا صاحبي شنو الشيطه صاحبي شنو تربح دخلنا عليك بالله باغي يقول لي باش الا كان شي ربح يقدر نكون انا غلط فهمتي. مشيت انا نريح معاكم الربح قال لي في السطر الاول ديال الفضيحه ما كاينش اصاحبي الربح ما كاينش اصاحبي. ايوا الاخوان كما قلت لونسينا يوكان الحمد لله المغاربه غاديين مزيان، ماشي هما رقم واحد هما رقم جوج، مصريين عاد المغاربه الجزائريين غاديين مزيان.
درو اكثر من 60 مليون دولار، شحال من مغربي بيوكان فات المليون دولار. اجي من ورا ما تسالي هاد الروينه ديال كورونا هي اللي جراتني في هذا الحوار هذا، من ورا ما تسالي هاد الروينه ديال كورونا اجي ناوي ندير واحد ليفينمو. بيان سور كاينه مدينه وحده عادي ملي كنبغيو نجمعوهم، بيان سور ملي نجمعو الدراري ديما الخميسات بلاد الصحه والفليسات، حفظ هاد السكريبت هذا ديما الاخوان، الخميسات بلاد الصحه والفليسات، اجي انفيتيهم الخميسات بلاد الصحه والفليسات، اجي نجيبو كاع الدراري اللي شيفراو فيو كان مزيان ان شاء الله، وغادي ندير واحد ليفينمو لا فهمتي نبارطاجيو الاكسبيريانس كدا. ومن هنا نيت فهمتي اصاحبي راه انا ما كنتش متيق كاع فهمتي، ما كنتش متيق ان واحد النهار تكون انت من ورا هادشي اللي طاري، هادشي اللي طاري الدراري هادشي والو، خلينا ندوي على اللي جاي فهمتي، ندوي على اللي جاي. الدراري جايين جوج اللعيبات، جاي واحد مسمينو البارتنر بروغرام وجاي واحد سميتو الميرشنت بروغرام، وهادو راه مع بيان سور مع يجي حيا وراقي هادو تامو الدراري ديال اكادير خدامين على شي حاجه بومين ان شاء الله، وما غابرين انا غابر هادشي، علاش غابرين هاد الدراري نقول لكم من الاخر. كاين ندوي لكم الدراري نقصت واحد القضيه، عندنا واحد سميتو سي او دي ماناجر، الدراري دابا ملي كيجوك الاوردرات خصك اللي تتصل بهم، شكون اللي اتصلتي به شكون اللي ما اتصلتيش به، الموظفين ديال لي زاجون باش توزع عليهم الليدز، الشركه الشيبينغ اللي كتفرق عليهم الاوردرات، اين اوردر وصل اين اوردر ما وصلش. الدراري حنا سنين وحنا كنماناجيو هادشي بواحد البروغرام، واحد البروغرام كنماناجيو به كاع هاد الصداعات هادو، شكون اللي اتصلنا به شكون اللي ما اتصلناش به، اين شركه الشيبينغ مشى لهاد الاوردر، هاد الاوردر واش وصل ولا رجع، الا رجع يدوز لشي تيم اخرى يخدمو، هادشي كامل فهمتي باقي ما تبارطاجاش. عندك واحد السيمانه ولا جوج تكون بابليك لكاع المستعملين ديال يوكان فابور، غادي يكون عندك لابليكاسيون ديال باش كتماناجي لي زاجون اللي عندك في الكول سنتر، وكتفرق بيناتهم الاوردر، وكتعرف شكون اللي اتصل شكون اللي ما اتصلش وامتى اتصل، تولي تشوف كلش والكليان اش كونفيرما الاوردر ولا ما كونفيرماش ولا قال لهم اتصلوا بيا من بعد امتى، كلش شي داك السيستم باش ما كنماناجيو الاوردرات اللي داير سوا ملاين بيان سور سوا ملاين، غادي تحط فابور لكاع المستعملين تاع يوك، ما كتخلص شي حاجه كاع اكسترا، ما كاينش شي حاجه اكسترا، غتخدم به فابور. ها هو لابليكاسيون باش كدير جيستيون ديال الاوردرز، جيستيون ديال 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 لي زاجون، جيستيون ديال الكولز، جيستيون ديال الشركات ديال الشيبينغ. الا كانوا عندك لي ليفرور حتى هو كدير جيستيون ديال لي ليفرور بي، يعني هاد ليفرور عطينا هاد ثلاثه الاوردرات تيمشي هو خدام لابليكاسيون ديالو تيقول هذا وصل هذا ما وصلش، هذا اتصلت بخونا ما كيجاوبش، تيخلي لك كلشي، كتولي انت كتشوف كتمشي كتحل واحد الشارط قدامك كتشوف البيزنس ديالك شنو طاري فيه كامل. الدراري جايين جوج ديال اللعيبات، جاي واحد سميتو البارتنر بروغرام وواحد البارتنر بروغرام والميرجنت بروغرام، هاد الجوج هادو جايين. البارتنر بروغرام الدراري شنو هو؟ البارتنر بروغرام هو واحد البلاتفورم كتدخل ليها شنو كتلقى؟ كتلقى عندك بزاف ديال السلع في بزاف ديال الدول كتهزها، اي سلعه بعتيها كتاخد فيها كوميسيون، يعني ما كتحتاج لا سلعه لا ديوانه لا شيبينغ لا صداع، حنا كنتكلفوا انت اللي كتجيب الاوردرات، حنا كنتكلفوا بالشيبينغ كنتكلفوا بنجمعوا الفلوس، انت ما عليك الا فلوس كيوصلوك، هذوك السلعه ما تشريهاش ما كدير والو، ما كتشري سلعه ما كتستوكي سلعه فهمتي، انت كتجيب الاوردرات هذه السيرفيس الاول، يعني فهمتي كل عندك بزاف تاع لي برودوي، وكل برودوي الكونتيتي ديالو هذا 18000 حبه هذا 30000 حبه هذا 40000 حبه هذا 12000 حبه، كتختار البرودوي كتعطيك ليان ديالك خاص بك، ممكن تبدلو دير دومين نيم ديالك ممكن صافي، كتمشي جات شي مبيعه تتبان لك لايف، تيبان لك الصور كيدخلوا لايف، تيبان لك ليدز كيدخلوا لايف، تيبان لك الكونفيرميشن غادا لايف، لي تكونفيرما لي ما تكونفيرماش هذا راه ما تكونفيرماش، كتعطاك النمره ديالو كلشي، بغيتي سير حاول معايا انت، علاش لا حاولنا معاه حنا وما بغاش ما 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 يبغيش، علاش يمشي ليكسبيرينس ديال سنين. المهم anyway. هل اللي ديليفرا اشحال البركه اللي جاك، هذا هو البلاتفورم قدامك صافي، فهمتي كتجي ما تشري برودوي ما كتصادح بزاف ديال الدول، عندك عندنا لي برودوي انت غير هاك ليان صافي الخدمه بدات. هذا البارتنر بروغرام الاخوان، كاين عندنا الميرشنت بروغرام، الميرشنت بروغرام الدراري هو انت كتشوف شي برودوي عاجبك في الشينوا كتشريه فهمتي، حنا كنتكلفوا كنهزوا لك من تمايا كندخلوا لك للدولة اللي باغي، دوك الدول فاش خدامين واحد القائمه ديال الدول اللي بارطاجيو معكم من بعد، بيان سور ملي كي باش تجيبو انت من الشينوا ما عمرها تجيب الثمن بحالنا، لان حنا كنخدمو مع الشركات الكبار، نعطيك حتى سميت الشركه سيفا سير الله يسهل لك اخويا فهمتي، الله يسهل لك انا ما نتسنى ندعي معاك، ما عادش يتعاملوا معاك لان كيتعاملوا مع الشركات الكبار فهمتي، كيتعاملوا مع الشركات الكبار كيجيبوا دي كونتيتي كبار، تمشي عندهم تقول لهم كونتينر اجبل لهم يقرد مع كامل الاحترام فهمتي، انا كندوي معاك
شي صريح فهمتي، هاي سميت الشركه شنو، شنو هي الشركه ما كنجيب تنجيبوها مع السيفه يلا فهمتي. عقلت الدراري هاني شوف، انا الدراري كنبارطاجي معكم البيزنس بواحد الشفافيه والمصداقيه ما فهمتي، ما كاينش الدراري شي حاجه نخبيها عليك، لان راه هي السر، ما بقاش الدراري السر ولا السر في العلاقات وفي لي كونطرا وداكشي فهمتي. دابا انت اللي مشيت تتعامل مع السيفا، لان حنا كنجيبو دي كونتيتي كبار، دي كونتيتي كبار، وفي السنين الماضيه كنا كنجيبو سلعات ديال شركات اخرين اللي سمحات لنا ان داكشي اللي كنجيبو ديالنا وديال شركات اخرين ولنا وصلنا واحد الليفل كبير اللي تيسمح لنا ان نديرو معاهم كونطرا ديريكت ونخدمو معاهم. مستحيل تجيب نفس الثمن باش كنجيبو حنا من الصين ولا اي بلاد. المهم anyway، حنا كنتكلفو كنجيبو لك ديك السلعه، كندخلوها لك لوحده من دوك البلدان اللي عندنا، انت تتكلفو لك بالديوانه، وبيان سور مورا ما كتديوانه شنو خصها، خصها يجي لها واحد الرموك على حسب السلعه اللي عندك. تقدر نصيفطو غير شنو كتسمى بحال 207، تقدر نصيفطو غير واحد البيكو على حسب السلعه، يقدر تكون جايب 100 بياس، ما تحتاجش جايب انت سلعه كثيره. بيان سور كنصيفطو واحد الرموك تيهز دوك الكراطن كاملين دوك البارسلز تيزوم كيجيبو حتى للوير هاوس ديالنا. انت هادشي ما تدخلش فيه فهمتي، هادشي خدمتنا حنا، ما كتمرضش راسك به، كنهزو لك السلعه ديالك كنديوها كنستوكيوها عندنا بزاف ديال الدول، يعني انت ما كتحمقش راسك مع هادشي، فين غادي نستوكي السلعه ملي توصلش كل هادي ديوانا حنا، لا حنا اللي كنديوها. انا قلت لك الدراري انا راه ما تنبغيش نقولها لوط اوف ماذر فاكرز، يقول لك هاد السيد ديال السيمو لايف حنا كنعرفو كيبيع هنا، كيجوني بحال شي قروده بالرجوله من الاخر فهمتي، باش نقول لك لحقتش فهمتي، كنبقى كنضحك عليهم. انا ما بقيتش في لي كوميرس من شحال هاد، ولا كان باقي عندي شي كونتاكت مع لي كوميرس، يقدر يكون عندي باقي مع ديك لاجونس تاع الميديا بايرز اللي عندنا، وكان تنديروا الاي كوميرس، تنديروا الميديا باينغ لشي شركات فهمتي. اما انا ما كاينش في لي كوميرس، يعني فهمتي ملي كنبقى يجي واحد يجي دو عليا هكذا على لي كوميرس كي ها هو هذا السيت ديالو اش كي صاد، نفترضوا ان اخر عندنا دوك الشركات حنا شاد لهم الاشهار، نفترضوا هذاك السيت ديالو سواء كان ما تعجبك ما كتبدل اصلا، علاش ما كتبدل فهمتي. هو اصلا كنعرف غير بنادم فهمتي، تنعرف ان بنادم محدود العقل صافي، يسمع الليفل فاش كندوي دوك الدول عندنا فيهم الوير هاوسز، يعني حنا غادي تجيب انت السلعه ديالك ولا حنا نجيبوها لك، حنا ندخلوها لك، حنا نديوانوها لك، ومن ورا ما نديوانوها لك غادي نديوها نستوكيوها عندنا ان شاء الله، ومن وراها كتبدا تصيفط الاوردرز. عاوتاني انت اخويا بغيتي عندك الكول سنتر تكونفيرمي الاوردرز دوك الدول مزيان، ما عندكش، حنا كنعطوك الكول سنتر، حنا كنتصلو عندنا تيم، عندنا الكول سنتر في مصر، وعندنا الكول سنتر في المغرب، وعندنا الكول سنتر في دول الخارج، وكول سنتر في دول اسيا ما فيهم الطالون، هما كيتصلو هما تيكونفيرميو لك الاوردر، هما كلشي انت صافي الاوردر كيخرج كيتشيب حتى الشركه تشيبينغ. بالسنين اللي خدمنا ديال الاكسبيرينس ديال انا اللي كندير اي كوميرس، تنقول لك انا ما كنديرش اي كوميرس، حنا كنا كنجمعوا بحال قلتي واحد المعلومات اللي كتسمح لنا نعرفوا شنو طاري، باش الدراري كيقول لك الداتا الفاكين داتا، سمع الفاكين ستوبيديتي ديال حسيتي تيجمعوا الداتا، لا ماشي كنجمعوا واحد الداتا ماشي سميها كليا فاكين ستوبيد، والله عرفتي كتبانوا ليا قروده من الاخر. انا نجيك شوف اي واحد يدوف الداتا تيبان ليا قرد من الاخر، انا نقول لك الداتا اللي ما وصلش لعقلك، سمع كي داير الداتا ديال الاخوان ماشي فهمتي، ما تنقولش هذا الشيء لكلشي فهمتي، يعني هاد قروده هكذا على حساب خوتنا المعني بالامر. دابا الاوردرات كيوليو كيوصلوا، كنوليو كنعرف كل منطقه شكون هي الشركه اللي كتوصل لها مزيان وشكون هي الشركه اللي ما كتوصلش لها مزيان من خلال الاكسبيرونس اللي بنينا في 5 سنين. يعني شوف ملي تعطي الباكيج لهاد الشركه هادي تمشي ليه لديك البلاصه ما غاديش تشيبي، لان تما جا حنا ولينا عارفين ان تما رابح اوف رود، يعني في ديك المنطقه راه خاصو يخرج على الطريق، هما طوموبيلتو ما تيخرجوهاش على الطريق كذا، وعلاه تيحسبوا لنا ثمن قليل وفي الاخر كيردوه ما عادش يوصلوهاش. وهاد الشركه يعني في كل منطقه صيفطنا مع كاع الشركات وعارفين شكون هما الشركات تيوصلوا تما مزيان وشكون هما الشركات اللي ما كيوصلوش، يعني ديجا عندنا السيستيم ديال الديليفيرابيليتي اوبتيميزي. يعني ملي كتصيفط انت الاوردرز حنا ما تدخلش انت شحال جاتك التعاقد، التعاقد مع 12 شركه 22 شركه، شحال جاتك دير من انتيغراسيون مع شحال من شركه، ما الدراري هذا بيان سور هذا ليفل ديال الاي كوميرس هو ما تيدوش فيه، تلقى تنصيفط الاوردرات للامانه، دير شي انتيغراسيون مع امانه، لا تنعطي الاوردرات لشركات كذا كذا، دير شي انتيغراسيون مع لا معلم، وكيفاش غادي تكبر انت هاد الخدمه هادي وما كاين حتى شي انتيغراسيون بينك وبين العالم الخارجي، راه الناس مابقاوش كيدوا على الشغل كامل موتوماتيزي، ما فهمتي الدراري عاد بقات تقول لي الناس راه خدامين دبليو ام اس وديك الهضره، اصلا الدراري ديسكونيكتين فهمتي. اجي الدراري باش نقول لك فهمتي، راه انا خرجت من الاي كوميرس فهمتي، خرجت من الاي كوميرس بشكل نهائي مطلق،
لوجيستيك، لانه هو اللي فيه المشاكل، هو اللي فيه المشاكل. وماشي نقول لك هاد الهضره هادي، علاش كنقول لكم هاد الهضره هادي؟ كنقول لك خدم الاي كوميرس وديفلوبي راسك اخويا، راه حنا راه خاص بزاف ديال الشركات ديال الشيبينغ، خاص بزاف ديال الشركات لي بلاتفورم ديال الاي كوميرس، خاص بزاف ديال لي سوليسيون في هاد العالم هذا، خاص بزاف، راه خاص بزاف، خاص بزاف، راه بالعكس فهمتي، راه واحد بزاف مصالح مصالح، خاص شي حاجه اكثر من بزاف. دونك الاخوان نفسر لك الامر، انت ملي كتجيب السلعه كتحطها عندك، ملي كتصيفط الاوردرات كنكونفيرميهم، مورا كنوليو كن 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 كنشيبيهم، حنا كنختاروا الشركه، انت ما كدير تعاقد مع حتى شي شركه، ما تتمرض راسك مع حتى شي شركه، تنوليو كنشيبيو الاوردرات ديالك، تنوليو تجمعوا لك الكاش، الكاش يعني على حقاش كتكون خدام كاش اون ديليفري، تقدر تكون خدام بالكريديت كارد كيمشيو توصلوا الله يعاون، تقدر تكون خدام كاش اون ديليفري كيمشيو دوك الشركات اللي متعاقدين معاهم بما فيهم الشركات ديالنا حنا، على حقاش كل دوله كتلقانا شي واخدين المدن الكبار، على حقاش علاش غادي نمشيو نعطيو، انا نقول لك البيزنس ديالنا، علاش غادي نمشيو نعطيو لواحد الشركه توصل لينا بحال انا نشرح لك بالمغرب، علاش نمشيو نعطيو واحد الشركه توصلنا في كاز، غنحلو في كاز، علاش نعطيو واحد الشركه تحل لنا في الرباط، نوصلو في الرباط، ولكن الا جا شي واحد قال لي اخويا انا ساكن في زعير، لا اخويا عطاه الشركه الفلانيه، انا تنشرح لك بالمغرب، اخويا انا ساكن في زعير عطاه الشركه الفلانيه، فهمتي، من دوك الشركات اللي كتمشي توصل كاين حنايا، كاين حنايا، حنا كنوصلو في المدن الكبار كاملين، ولكن الا تعطينا شي حاجه على برا كنعطيوها لشركات اخرى. باش نفسر لك شنو البيزنس كيدير، يعني وكنجمعوا لك الكاش، كنجمعوا لك الكاش وكل جوج سيمانات كنحولوا لك الكاش ديالك ومبروك عليك. صافي بكل بساطه، فاش كتخلصنا في الشيبينغ، الشيبينغ معلم الا جيتي تتعاقد مع دوك الشركات مستحيل تاخد الثمن اللي نعطيوك حنا، يعني حنا واخدينو من عندهم، ولكن كما قلت بحال سيفا، الفيلم تاع سيفا كيتعاود، حنا كنتعاقدوا معاهم بواحد 12000 طلبيه في النهار، انت تجي تتعاقد معاهم شحال عندك من اوردر؟ قلت لي هاتي فهمتي، يقول لك اصطاد بالرجوله فهمتي بثلاث ساعه اخرى، ولا الا كان شي شركه عاديه ماشي شي شركه كبيره، غتعطيك واحد الثمن كبير، فهمتي ديك اللعبه ديال خدم ولا سير في حالك، وانت بيان سور غتخدم، يعني في الاخر الثمن اللي كنعطيوك ما غاديش تجيبو من عندك، حتى دوك الشركات اللي مشيتي عندهم ما غاديش تجيبو، انا كنتعاقدوا معاهم على واحد النومبر تاع الاوردرات كبير. هذا ما كان الشباب، يعني ما تبقاش محتاج، حاجه اخرى كنتخلصوا في الكول سنتر ملي كنكونفيرمو لك الاوردر، يعني هاد الدراري ما كتبقاش تحتاج دير كول سنتر، يعني شنو كتحتاج؟ كتحتاج تجيب السلعه ديالك من الشينوا، بغيتي نجيبوها لك، بغيتي دير الديوانه راسك الله يستر لك، الديوانه حتى هي كنديروها لك، ستوريج نحطو لك في الوير هاوس عندنا، بغيتي تحطو في شي بلاصه اخرى الله يستر لك، بغيتي تحطو في الوير هاوس عندنا مرحبا، بغيتي نكونفيرمو لك الاوردرات مرحبا، بغيتي نديرو لك الشيبينغ ونجمعو لك الكاش ونصيفطو لك مرحبا، هذا ما كاين وهذا ما كاين الشباب. علاش كنبارطاجي معكم هاد الافكار هادو اللي حنا خدامين عليهم، ديجا كاين قاسم بلال، ديجا كاين لي كليون، وراه كاين لي ديجا كليون ديال واحد الشركه اللي دابا درنا مع بارتنرشيب ولينا شركه وحده، ديجا كاينين لي كليون، ولكن ما لونسوش البوبليك، تنزيدو ناس بشكل اسبوعي ولكن برايفت، داكشي انت هذا كيجيب هذا، لحقاش باقي كنديفلوبو، باقي بزاف د المشاكل كنحلوها، لحقاش اي حاجه فيها المشاكل كنحلو المشاكل، باش غادي لونسو البوبليك ان شاء الله، غادي لونسو في ديسمبر، يعني ديسمبر ان شاء الله غادي يكون ممكن تدخل واحد البلاتفورم، ما عندكش الفلوس باش تبدا تهزي ليا وتمشي تبيع، جبتي شي واحد شرا تخلص صافي من الاخر، جبتي شي واحد شرا تخلص، ما عندك لا برودوي، ما عندك لا ستوك، لا فلوس ديوانه، لا فلوس كول سنتر، لا والو، بنت مريحه، علاش هادشي درناه؟ والله الا بحال هكا جات الفكره، لان الدراري، غنقول لك الدراري والبنات شكرا لكم بزاف، لان السورس ديال اي فكره كنديروها هو انتم بالرجوله من الاخر، فهمتي هو انتم، علاش انا الاخوان كنظل نشوف المشاكل ديالكم، بنات شحال من انجينيور شحال من دماغ، وعاد زيد الشباب الانترنت ماركتر الدراري، الاشكاليه اللي كاينه حاليا في العالم راه ماشي هما الدراري ديال الاي كوميرس اللي عندهم الفلوس وتنخدموا معاهم وكنتعاملوا معاهم، كاين واحد الفئه اخرى ضايعه، هاد الفئه هادي خصنا نلقاو لها حل، خصها تخدم صاب، كنا كنقلبوا اجي هاد الفئه هادي شنو هي المشكل اللي عندها، هاد الفئه هادي ديسكونيكتي، ما عندو زيرو دريم، عندو انترنت، فكر معايا فشي حاجه، شنو هو الحل؟ جيب لهم برودوي حط كميات كبار، هو سهل عليه الماموريه، كيتسجل كيدخل تيهزي ليان يمشي، يحطو في فوروم، ما يجي بلا يحطو في يوتيوب، ايه عطيه الانفلونسر صاحبو، المهم جاو السيلز مبروك عليك، تيجيوك السيلز كيبان لك اصلا، تيبان لك لايف كيدخلوا لي فيزيتور، وتيبان لك شوف الدراري اللي كندوي لكم على شي افكار اللي ممكن يكوبيوها واحدين اخرين، ولكن حنا ما عندناش مشكل كما كنقول لك ديما، راه السوق محتاج بزاف، واش عرفتي شحال من واحد باغي خدمه بحال هكا وما لاقيهاش، يعني حنا نخدمو التنعيه ونقول شحال غادي نخدمو نسيبورتو 12000 واحد في الاخر،
اكثر من 12 في واحد. شوفي عدد الفولورز عندي راه غير انا ما تسمينيش انفلونسر، سميني خطار، عندي 360 الف متابع ريال. خليني من المضافاكرز اللي عنده مليون جوج 3 مليون وما كيجيبش ربع حتى ربع التفاعل ديالي، ما تيجيبوش. خليني من ديك الهضره، فهمتي؟ هذا هو الفرق. باش انت انا ماشي انفلونسر الاخوان، حسبني خطار مع كامل الاحترام للخطاره. نفضل نكون خطار وما نفضلش نكون انفلونسر، يعني ماشي خطار باهانه، فهمتي؟ خطار اعتبرني خطار، فهمتي؟ ولكن نفضل نكون خطار وما نفضلش نكون انفلونسور ولا انفلونسر بالرجوله. يعني هي انايا ما انفلونسر ما تلعبها، عندي 360 الف ريال ادري خاصني نحط وحده نجمه، فهمتي؟ على حقاش الملايين كثروا بالشات، ولاو الملايين فهمتي تضربوا في السماء، اللي 5 المليون اللي 6 المليون اللي كذا، وتلقى ما تيجيبش طنص ديال التفاعل اللي عندي. حشوم الله يسر ليهم. ولكن بالرجوله الدراري ما كتجيش، بالرجوله ما كتجيش، ما فهمتي؟ ما انا ما عرفتش، انا مش تكذب اصاحبي على راسك، من الاول كتكذب على راسك اصاحبي، فهمتي؟ الاخوان هذه اللقطه هذه نعاودها لكم بالزربه دقيقه ونرجع. واحد النهار وقف مع خونا عنده مليون ونص في قنيطره، وكاين بزاف ديال الدراري واقفين، واقف في الشقار واقف. المهم خونا انفلونسر واقفين في قنيطره فواحد الكوين جنب البحر، واقفين لقاتنا الظروف. فين اخويا؟ انا تنعرفو هو تيعرفني. السلام السلام صافا كذا كذا، كنشوف كيف الويب، والله انا كنشوف كيف الويب كذا كذا. جالسين مجمعين، خونا عنده مليون ونص، انا عندي ديك الساعه 120 الف. قسما بالله الا في ديك اللحظه يكون جا سلم عليا شي 40 واحد وما يسلم عليه حتى واحد. لا نجيك من الاخر، هذه هي السيتياسيون فاش مول مليون ونص تحط. وهنا كي هنا كتبان الدراري فهمتي، كتبان ما انا نكذب اصاحبي على راسك، فهمتي؟ ما عرفتش واش داك الرقم تيكبروا يبيعوا تيبيعوا بيت تيديروا اشاره. ولكن اصاحبي راه فاكين ستوبيد هاد الشركات اللي كيديروا عندكم الاشاره، صح؟ والله الا فاكين ستوبيد هاد الشركات اللي كيديروا عندكم الاشاره. بيان سور بيان سور كنعرف انفلونسرز عندهم 200 الف بزاف كيديروا اشاره وكيجيبوا مبيعات لدوك الشركات اللي كيخدموا معاهم، ولكن انت تلقى 200 الف حقيقيه انا نبغي نتعامل معاه، ما نتعاملش مع خونا مليون ونص جوج مليون فيك، فهمتي؟ عارف انت مزور، عارف حتى واحد ما دايها فيه اصلا من الاخر. راجل راه الدراري ماشي عاوتاني ديروا لنا هاد الهضره، عاوتاني نشدوها وتكراشيو لنا بها الانفلونسرز الاخرين مع كامل الاحترام اليوم. انا فهمتي تنقول بالله بالرجوله، خدام خدام راك خدام خدام، راه اللهم تبني داك الاودينس، راه اللهم تبني دقه بدقه 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 ودير اودينس تيسمع ليك، اودينس مزيان، اودينس هادشي حتى الدراري اللي بغاو يديروا انستغرام ويوتيوب وداكشي. راه ما تبقاش تحلم بالارقام، راه تيجي عندي بنادم راه ملي بداو الشناقه، ملي بداو الشناقه كيديروا داكشي تاع الكيف اواي، راه اول واحد في المغرب انا هو التقاطع ديال اي واحد بغى يسمع شي لعيبه كتجيني الاخبار، فهمتي؟ لان خوتنا اللي يخدموا لهم داكشي صحابي، فهمتي؟ خوتنا اللي تجي هاكا. المهم تلقى شي حاجه تلقى ديما كيقيس شي واحد من النيتورك ديالي بحال العنكبوت، كتوصلني ديك التن كتوصلني ديك سميتو. جاو عندي الخوت اللي راه اختنا غادي تلونسي كيف واي، اختنا غاتلونسي كيف واي، خونا غادي يلونسي كيف واي، اختنا غاتلونسي كيف واي. قلت لهم شرحوا لي شنو هاد الكيف واي، انا راه ما فاهمش انا واش زعما انا نعطي للناس بورطابل؟ لاش انا اجي تابعني انا نعطيه بورطابل؟ لا لا ولا متابعني على قبل البورطابل، دونك غادي يجيبوها بورطابل، ما يجيبوش انايا، انا ما عندي ما ندير بهذا. قول لي لا اخي السيمو دابا تفرقع النمبر هذا الشهر هذا، اخي السيمو نحطوا لك مليون. واحد راه عاد نقول سميتو توفيق، على قد الصديق ديالي، والله الا جا عندي قال لي يا اخي السيمو هذا الشهر هذا، هذا الشهر هذا تفرقع المليون. قلت لي فسر لي اصاحبي انا ما فاهم والو في هذا الكيف اوي. قال لي والو اخي السيمو، وحنا عندنا غولاسيون ديريكت مع فلانه وفلانه وفلانه، راه غادي سميتو غادي نحطوك في الكيف اوي ديالها، نحطوك في الجيف واي تاع فلانه مع فلانه مع فلانه. بنادم كيجي كيدير فولو 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 فولو، غادي يضرب فولو تاند. قلت له خونا هذا كيعرفني ولا ما كيعرفنيش؟ قال لي لا. قلت له واش زعما خدا شي فكره عليا كذا ولا يرادي دير؟ لا يرادي يدير لك فولو باش حتى انت تبان عندك المليون. قلت له بالرجوله اخي ما بلاش. من ورا توفيق جاو عندي بزاف ديال الاصدقاء حتى هما كيخدموا مع الشناقه الانفلونسرز، قالوا لي بالرجوله اخي سيمو غادي نعاونوك تضرب المليون. ها كيفاش طن 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 طن؟ قلت لهم بالرجوله الدراري اش كتفلاو عليا صاحبي؟ ما كايناش المعنى كاع في هذا الشيء، كاين حتى معنى ان فهمتي نخلص فلوس باش يجوني المتابعين باش نبان عندي الرقم. انا اخويا ما كرهتش هذاك الرقم وحق الله ديال 360 الف وليت حتى 1000 1000 مقتنعين 1000 بحال هاد 4900 دابا اللي مكونيكتي و 59 مكونيكتي عندي دابا. ها بارك بارك
على هاد الدراري تنقول ما تبقاش تهتم، ما تبقاش تيقتل لكم الارقام هاد الدراري. راه تنقول لك انفلونسور، انفلونسر عنده 200,000 مع انفلونسر عنده 1.5 مليون، مول 200,000 كيبيع اكثر من مول 1.5 مليون. هادشي اللي كاين الدراري، على حقاش ما تبقاش يغروك الارقام من هاد الدراري. والله كتبانوا لي الهضره تنقول لكم، لانه ولينا عارف واحد الشعب شويه ما عادش دوي. فهمتي ديك العاده ديال الدراري مساكين مقهورين، تيقول لك خويا راه حتى انا باغي نولي انفلونسر. واش تفروا الانفلونسرز باش تولي حتى انت انفلونسر؟ اخويا راه بغيت عاونوني 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 نشروا لي الباج ديالي، عاونوني نشروا لي البروفيل ديالي. بعض القطعات ثاني مريضه، فهمتي دابا اي واحد تندوي معاه في المغرب كدا، انت عرفتك انت هو السيمو لايف، الله يحفظك، عندي واحد البنت كدير داكشي ديال الطبخ نشرها ليا كدا تهرب منه. هذا نقول لكم الدراري الصراحه، فهمتي ياك كنبدا نتهرب، عايش حياتي كنتهرب. انت كدا راه شفت عندك الفيريفاي وكنت دخلت البروفيل ديالك، الله يحفظك، عندي مراتي كدير فيديوهات كدا كدا كدا، كدير فيديوهات ديال داكشي ديال الروتين وسميتو، الله يحفظك خويا، عندي بنت صغيره كدير داكشي ديال الالعاب وكدا، بارطاجيها ليا باش تشارتها هي، تولي دير في اليوتيوب وتولي تدخل الفلوس من اليوتيوب. هاد السيمانه هادي واحد صيفط ليه اوديو، ما عرفش يقدر يبارطاجي معاكم، انا ما نبارطاجيش. واحد الاخ طاق كاع الانفلونسرز في المغرب راه غادي يعرفوه، واحد الاخ طاقهم كاملين وكتب لهم بليز راه قربت نكمل 4000 دقيقه، عاونوني باش نكمل 4000 دقيقه باش ياكتيفيو لي الكونت نولي نربح من يوتيوب. صيفط ليه الشانيل ديالي 4 شهور ديك الساعه ما بارطاجيت حتى فيديو، ضرب 771000 دقيقه. قلت له معلم وها شحال دخلت منا اصاحبي؟ حتى ريال اصلا. انا تنديزاكتيفي المونيتيزاسيون، نسى ليا شي فيديوهات تما جابوا شي بركه، شي بركه تحشم شي مقاعد تقولها وحق الله. المهم anyway الدراري، قلت ليه انت شوف شحال جايب، راه خاص دير نفس القضيه كاع الكونتوني ديالك. وفسرت ليه هذا راه ما تنعرفو ما كيعرفني، راه هذا طاقاني مره فهمتي، تيجوني على كان كنكون واقف في شي ضو احمر فهمتي، كنجاوب كاين اللي كيتصادف معايا مرضي الوالدي، هذا السيد مرضي الوالدي صاي جاوبتو. قلت لي شوف اخويا راه سوينغا، عطيتو مجال بسوينغا، راه بدا بوالو، حتى واحد ما كيبغي يبارطاجي ليه، حتى واحد ما كيتجافك. انا راه ما عمرش واحد بارطاجا لي، ما عمر شي 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 بلا ما ندوي على شي واحد خير، ما عمرش واحد دافي ولا قال لك شي واحد دار ديال الاشهار راه شريتو من عنده وراه خلصتو، راه تخلص فهمتي. على حقيتاش تجي شي خونا تقول لك راه السيمو انا اللي درت له الاشهار، تخلصت اصاحبي. انا جيت عندك قلت لك شحال دير ديال الاشهار، وقلت لي طن 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 الدرهم وعطيتك، راه ما كاينش لا يدير لك الاشهار باش نجيك من كاينش اللي يدير لك الاشهار. ودابا كتلقاني فين كاين في الاشهار، كاينش الاشهار في الفيسبوك، كتنضع لك سبونسور صافي. يعني ما تبقاش تسنى صاحبي الناس يديروا لك الاشهار، كاين الناس ما داروا لا سبونسور لا والو، كاين الناس خدموا الكونتوني، خدم على الكونتوني ديالك. ديك 771 دقيقه وربع شهور ما حتى فيديو، هذيك الدوره كيجيو لها الناس كيقلبوا في جوجل بحال هكا، بغيتك حتى انت قلبوا الناس في جوجل، قلبوا في يوتيوب، تعطيهم واحد المحتوى زوين. السلام عليكم، واش انت كطلب 4000 دقيقة تكملها اصاحبي؟ واش حشومة اصاحبي؟ ونفترضوا كملنا معاك 4000 دقيقة، ماشي تجيب اصاحبي شي فلوس، راه 4000 دقيقة اصاحبي راه تكملها، تولي تجيب 4000 دقيقة كل شهر ما تربح حتى شي حاجة، وحق الرب ما تكمل 100 درهم، واش دابا نضربوا معاك الثمن اصاحبي على 100 درهم؟ هاك دير اصاحبي الاي كوميرس تدخل 5000 درهم ديالك واخا تكون ناعس، حشومة اصاحبي. هذا ما كان الشباب، طلعوا لي في راسكم، غنمشي نعس. جود لاك ليكم، شكرا لكم بزاف على الوقت ديالكم، تبارك الله عليكم. الدراري غنعاود هذا الفيديو، هذا نعاود واحد ديسكليمر في الاخر مع ديما، حنا المغاربه الدراري انا ما كندير شي لايف، راه ما كنون كلاشي حتى شي واحد، كندوي مع حتى شي واحد، واصلا الا كنت نون كلاشي شي واحد غادي نكون حاقر، لان فهمتي الكلاش واحد الليفل حاقر، كتكون في واحد الليفل حاقر. انا بالعكس الا دويت على تال تيبعوا الدوره كدا انفلونسرز كدا، بالعكس كنبغيهم غير يحسنوا راسهم كيف ما انا. بزاف ديال الناس كينتقدوني وكنحسن راسي. الاخوان من الحوايج اللي ينتقدوني منها بزاف ديال الفولورز، يقدر يكون هيتر، يقدر يكون تيبغيني بحال انا عندي بحال. قبل شهر ونص وصل الوزن ديالي 96 كيلو، حنا كيغلاضوا فهمتي، مشى كلشي، مشى كاع داكشي اللي خدمت عليه شحال، وليت فهمتي وليت اصلا انا ما كذبش عليكم في صحتي، وليت عيان فهمتي، ما بقيتش مزيان. واصلا لي ستريس ثاني هو كنت كنفكر نرجع للمغرب، وكنا عايشين في تايلاند، باقي الحمد لله عايشين في تايلاند، كنا عايشين بخير وتنقول اجي نرجع للمغرب ونبقى قاتل مع كورونا، ونسمع الهضره الخاويه والخبير الخاوي علاش نرجع.
صافي. وكنت ستريسات في ديك البيريود، وبقيت كناكل تنتعصب انا تنبرد السم ديالي في الماكله، فهمتي؟ ما كنبرد لا السم ديالي في بنادم لا والو، انا كنتعصب تنمشي نزرد، بقيت كنزرد نزرد نزرد توصل لدرجه الدراري 96 والحمد لله، فهمتي؟ جاوني انتقادات هاكو، كاين كي كي كاين اللي كيسبك تكون زوينه، قلها لواحد الفئه، ولكن واحد الناس كي تي تكون عزيز عليهم الدراري بعدا نرجعو ندوو هاد عزيز عليهم معليش عليهم حتى خاص تفهمها. عزيز عليهم تيقول لك خويا سيمو راه وليتي كتبان غلط، كاين واحد اللعيبه اللي كتبان كتريني في لاصال كنبارطاجي شي ستوري في لاصال تيقول لك الله ينعس السمين اللي ولدك الغليظ اللي ولدك كضل تمشي لاصال وشو حالتك كي داير، فهمتي؟ بجوج زوينين هي ديك ريحت مع راسي قلت صاد بالرجوله دابا انا اش كنرون، واش انا نقصت؟ شوف شحال نقصت، نقصت وصلت 82 وعاودت رجعت ل 96، شو ما صح شهرين اصاحبي ديال الزرده بزاف اصاحبي، راه كتاكل بزاف. قلتوا على الاخوان كنت كنبارطاجي معكم الماكله هذه على قد الحال، على قد الحال يمكن ناكل كلشي، ما فهمتي؟ انا خونا وكال فهمتي، كنطمح من وراها ندير واحد الشهرين ديال الماكله نبقى ناكل ونقول لكم الماكله كي دايره، ولكن بقى ناكل جوج مرات في النهار ماشي اربعه خمسه المرات في النهار وكال، فهمتي؟ حتى ناكل وكنت غلاضي وصلت 96، وكل ما دوك الانتقادات انا شاش كنقول لك باش ما يكونش، لان انا ما كنكراشيش الاخوان، يعني دوك الانتقادات ماشي كلاشاوني بما فيهم الفولورز ديالي والهيترز ديالي، ماشي كلاشاوني بالعكس اصاحبي، قالوا لك واحد الفكره زوينه ديال خلونا نراجع راسي، خلوني نقول صاد بالرجوله وشو اصاحبي انا فين كنت وشوف فين وليت، وانا نجمع راسي هاد الدراري دابا شحال نقصت، كنت 96 اليوم ما يد في 84، نتوما حسبوا في اليوم 84.55 مزيانه مزيانه، واني غادي يعني فهمتي يعني مزيان لك الانتقادات، يعني اخي انت كانفلونسر ولا انت كا ما عرفتش شنو شكون هما اللي جبت في هذا الفيديو هذا اللي تيبيعوا الدوارات وكذا، يعني شي وحدين اخرين نسيناهم، ما عرفتش حط راسك في هذاك الاكس، انت واحد عندك الاكس شدت الهضره ديالي جات لك مع دماغك كما انا جات لي الدماغ، جات لي مع الدماغ هاد خونا راك غلاضيتي، جات لي مع الدماغ يعني فعلا فاكت صراحه حقيقه جاتني مع الدماغ ومشيت خدمت عليها. انت هادي تشد هاد الهضره هادي اللي قلت ديال 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 انفلونسر بروفيل داك الارقام مبالغه وزايدين مدقوقه وكذا والتفاعل عندك ناقص، تحاول تخدم على التفاعل في الفتره الجايه، وان بيان سور ما تقدرش تمسح هادوك فهمتي، يعني نقول لك يعني تحاول تبقى تزيد باش ملي توصل واحد 4 المليون على الاقل يكون واحد 2 المليون فيها ريال، واحد انت في مليون توصل واحد 2 المليون يكون فيها على الاقل واحد 800000 ريال، فهمتي؟ تكون عندك فهمتي، تبدا تصنع واحد الصفحه جديده، تبدا تحسن من راسك الانسان. كنتي من الناس اللي كتبيع الدوارات، نقول لك اخويا انت زعما قول هكا، قول له واش ما يمكنش ندير شي حاجه اخرى، ندير الاي كوميرس. والدراري كما قلت لك راه ماشي المشكل ديال الناس اللي كتبيع الدوارات، المشكل ديال نتوما تعطيهم الفلوس، ملي كتعطيهم الدراري الفلوس بالرجل، ملي كتعطيهم الفلوس راه اش كيمشيو كيديروا، تتعكزوهم على الاي كوميرس. والله هذا الصديق ماشي صديق فهمتي بالرجوله، لان هاد الصديقه هادي ولات حتى هي كدير مشكله، ما فهمتي شو ما جاش زميل في اللغه العربيه اش كنقولوا. المهم مره كتلاقينا القهوه في المغرب بالرجوله من الاخر باش فهمتي، على حقش انا عدد الاصدقاء عندي محدود جدا بالاخر بالرجوله باش نجي. الا بنت لك مع الناس كنبان لك راه نيتوركي مزيان وفعلا كنعرف وكنعرف وكنعرف وكنعرف، تعرفوني بزاف ديال الدراري وكنعرف بزاف ديال الدراري، ولكن الاصدقاء على رؤوس الاصابع فهمتي، محسوبين فهمتي، فلان فلان محسوبين محسوبين فهمتي، قلال قلال بالرجول. المهم هذا واحد منهم تيبيع الدوارات، كان والله الا كان خدام الاي كوميرس ودريري نقي، كان دريري نقي تيخدم تيخدم تيبيع تيبيع تيخدم تيبيع خدام الاي كوميرس، جا بارطاجا الاي كوميرس مع الناس ويبداو تيدخلوا الفلوس الدوره صافي ويتفلس فهمتي، تفلس الصاد قال لك خويا سيمو بالرجوله شي ديال الدوارات انا حسان ليا من الاي كوميرس فهمتي، صاحبي الكاش اون ديليفري بنادم توصل السلعه سلعه راجعه معلم، واش كاين الربح ولا ما كاينش؟ كاين ولكن اخويا سيمو بالرجوله واش بغيتيها ساهله ما كرهتيش شي فلوس تدخلك ساهله، هي تبيع الدوارات. هذا الصاد هي الخلاصه دابا اللي ماشي المشكل ديالو عاوتاني، المشكل ديالكم الدراري انتوما اللي كتشريو من عندهم الدوارات الرجوله. شوف ماشي تنقول لك ما تشريش الدوارات كاع، وانما الا كانت شي حاجه في المستوى تشري، بالعكس نشجعك انك تشري المعلوم. وما نقول لك واحد اللقطه والله حتى
الدوره حاول ما تشريهاش، نقول لك شري واحد الحاجه، شري انك تجلس مع داك خونا، جلس مع داك خونا كيما انا كيما قلت لك خلصت خونا جلست معاه ما كاملاش شي ربع ساعه ولا ساعه، خلصتو 4000 دولار، جلس مع واحد خونا واصل، جلس دوي معاه قول له غادي نخلصك مقابل الوقت ديالك، انا كنريسبكت هذيك الاكسبيريونس ديالك اللي انت ضعضعتي في هاد السنين وتسدوا لك لي كونط وصداعات والمشاكل اللي دوزتي منها، ولكن يكون عندك، يكون عنده داكشي اللي عندك، يكون عنده داكشي اللي انت باغي، يكون عنده داكشي اللي انت باغي. مثلا هو انت باغي، انت باغي اسيدي تكون ناجح في البيزنس، يكون هو داير بيزنس ديالو وناجح، فهمتي؟ المهم تطمح واحد النهار تسوق الفيراري، خاص تمشي عند شي خونا، فهمتي؟ بحال انا تنسمع لواحد الصاط هويا عنده هليكوبتر، هذا هو المنتور ديالي، عنده هليكوبتر كيتبلاصا من مدينه لمدينه بهليكوبتر، فهمتي؟ واحد واحد الهيبه في شكل كدا، المهم فهمتي؟ هذا هو اللي كنسمع. باش نمشي عند خونا مول تويوتا ولا مول ليركات ونقول له انا راه عندي واحد الطموح ديالي، بغيت ندير فيراريه ولا باغي حتى نكون بحالك كنركب في هليكوبتر وكنديبلاصا ما بين مدينه ومدينه، وعندي الاسيستنت على الجد وعندي الخدامه في الدار على الجد. ما جاش مول تويوتا اصلا، ما عنده باش ينفعني في هذا الشيء، لانه اصلا هو تيبقى مول تويوتا، ومع كامل الاحترام لتويوتا وصحاب تويوتا، يعني اذا نشرح لك ما تبقاش تاخذ ليا الكلمات وانا كنكلاش، راه ما عباد الله والكلاش راه ما كاينش، الكلاش راه واحد الليفل الناس فهمتي اللي في الحضيض وحاقدين على حياتهم وعندهم ازمات نفسيه وعندهم عقد هما اللي كيكلاشوا، يعني فهمتي ما ماشي كلاش، يعني ماشي خونا مول تويوتا، يعني غادي تمشي عند الناس اللي واصله دايره داكشي، اش جلس معها، حاول تجلس معها، انا نقول لك خلص كثر وجلس مع السيد وخا يمنطورك هي واحد 15 دقيقه في الشهر، قول لي الله يرحم لك الوالدين انا ما باغي منك والو، غندير معاك 3 شهور دخلوني فلوس كثر غادي نكمل معاك، ما دخلونيش السلام عليكم، انا اش كنطمح، اشنو كنطمح، اشنو كنطمح ندير، اشنو كنطمح ندير، واش تقدر تعاونني؟ قال لك اه، قول ليه مزيان بدينا حاجه وحده، راه يقدر يفرض عليك شي حوايج، يقول لك مثلا ديال يا دي دير يا تمشي في حالك، ما تصطاش ليا راسك، ما تبقاش تشاور معايا تقول لي لا انا بالي ندير لها هكا، سير دير لها هكا من الاول بلا ما تسول، يعني تاخذ ليكسبيريونس ديال الناس اللي واصله، هادشي ينفعني هاد الدراري بالرجوله. اصلا انا كنت بغيت نبقى في الكوميرس حياتي كامله، كل ما كانش المينتور ديالي كنت نبقى حمار، نبقى في الكوميرس حياتي كامله، واخا نجمع الميليونز اوف دولارات ودرت منه مليارات غنبقى فيه، ما عمر كتفكر ديك اللعبه ديال ومن بعد ومن بعد درناج ومن بعد ومن بعد ومن بعد، اللوجيستيك الدراري حتى ما نبقاش في حياتي كامله، يعني ديما كاينه ديك ومن بعد ومن بعد ومن بعد، ديما تتقلب تطور، تكون خدام في ماكدونالد ماشي عيب، ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد، ديما خدام كتطور راسك. هذا ما كان الدراري نصيحه سميو طريح ماشي واحد ناجح، ديريكت ديريكت يكون عندك معاه كونتاكت ديريكت، في المغرب راهم كثار، كاين واحد النوعيه محقوره، فهمتي علاش؟ لحقاش حنا كنقدروا بنادم اللي بحالي فهمتي، انا عشت التقدير هذا ديال سيمو لايف ما قبل المازيراتي وما بعد المازيراتي، سيمو لايف ما قبل المازيراتي، هذا 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 خو الدري صاحبي، الدري صاحبي كيعرفني، الدري صاحبي كيعرفني فهمتي، يعني تيعرفني الحمد لله كاينه الفلوس عايش بخير، خو تيقول لي سيمو لايف مطلع عليكم ما صاحبي، هادشي صاحبي واش كاين شي واحد عنده الفلوس صاحبي تيلبس الصندالات الميكا ديما صاحبي، صاحبي ما بغي كاع يحيد ديك لافيرنس من رجلها صاحبي، فهمتي واش عنده مع الشكليات فهمتي، هاكا الشعب ماشي هذاك، ماشي خو الدري صاحبي هو المشكل، الثقافه ديالنا هي المشكل. المهم ديما 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 تصور ان بارطاجيت ستوريا ديال الدراري اليوم جيت ناخذ المازيراتي من عند مازيراتي ديال كازا عين السبع كدا وصورتها، وقال لي قال لي شنو قال الخو، قال لي والله الا هو سعد شتي الدري صاحبي هذا اللي كندوي لك عليه هو سعد صافي، وجيت تعرفوا كاع شكون ها نتوما نشاركوا بالمصدر، سعد اللي بارطاجيته معكم في بانكوك ديك الساعه كان باقي عايش في فاس، قلت لي مشى دا بورطابلو دا عند خوه، قال لي شوف انت السيمو لايف بغي نزل واحد المازيراتي، حتى ريحة شي راه طالقة راه غير صورة انت وجه وجهك الا خرجها من تما، حتى وقفش عليه بها، ملي وقفش عليه بها خويا السيمو بالروج ولا نتاكي خويا السيمو احترمتك، وفرشو خوه فرشو خوه سعد، قال لي قال لي قرر مسخوت الوالد شنو كنتي كتقول، قر قر اكو الدري ريحنا ما عادي فهمتي، يعني الاخ ديالو عادي، اخويا السيمو صاحبي راه في شكل صاحبي، علاش صاحبي ما كتهلاش في راسك صاحبي، لبس مزيان صاحبي وضرب عليهم الحطه والشعر اكو يكون ديما مقعد وكذا واللباس، اكو
شويه ديال لي زاكسيسوار اللي صافي. حنا كنفكروا في نحلوا مشاكل عباد الله نحلوا المشاكل ديال اللوجيستيك 16 بلا المشاكل تاع عباد الله. مشاكلنا في هاد المجالات هادو سنين وحنا كنحلوها، على قش حنا كنا في الايكوميرس دونك شنو كنحلوا مشاكل الديوانه، مشاكل الشيبينغ، مشاكل كذا. واحد تيقول لي تقد الحاله صافي، واش نجي نقد الحاله ولا نجي نمشي نقد المشاكل؟ راه عندي بزاف ديال المشاكل وعندي بزاف ديال الالتزامات، عندي عائله خدام عليها مال وعائله كبيره فهمتي، غادي نقابل انا الشكل اصاحبي فاش غادي ينفعني الشكل فهمتي، الشكل فاش غادي ينفعني مثلا في نظرك انت غنطيح تيتي زانه مزوج ما فهمتي مزوج ما كنقلبش على نبغيني شي واحد لا، لان هاد القضيه مهمه حتى هي الدراري. بزاف الناس كيقلب على الناس يبغيو، انا راه طالع الجين امي سمع هاد الهضره هادي حتى الجامعه قبل ما نسير هاد اللايف هذا. بزاف ديال الناس في المغرب والعالم كامل كيقلب على بلاصه في المجتمع، حتى واحد ما لاقي بلاصه، كلشي كيقلب على بلاصه يدير شي بلاصه وسط المجتمع ان الناس يبغيوه، تيقلب على الناس يبغيوه انت عايش كلشي. انا تنبقى تنتفرج فيكم تمايا كيبان لي كلشي كيقلب على شي واحد يبغيه و تيبغي تيدير شي حوايج باش الناس يبغيه و تي تي تبدل تبنى واحد الشخصيه ماشي ديالو غير باش يبغيوه الناس وموختش كاع راحتو في الحياه وشي لبسي باش يبغيو الناس ويبان لهم يبغيو الناس كلشي على يبغيو الناس وتحاول يلقى واحد البلاصه في المجتمع. وليك في الاخر انا الفلسفه ديالي قدر تكون صحيحه قدر تكون غلطه، انا بارك عندي با كيبغيني، عندي مي كتبغيني، عندي مراتي كتبغيني، بارك علاش نحمق راسي مع بنادم الاخر بحالكم؟ من الاخر نقولك نعجب دينا امو ولا ما نعجبوش كتبدل حتى شي حاجه، الكونت كيبقى هو هو. كون كانوا كون كنت لكن عجبتهم وتزاد ليا في الكونت و تلقاني فهمتي نجامل بنادم ونتهنت، كما انا ما تنجاملش بنادم فهمتي تندوي مع اللي كاين كاين اللي ما كاينش ما كاينش، لان حتى شي واحد ما تيتسالني شي حاجه ما كنقلبش نعجب بنادم فهمتي، حتى من اللايفات حتى من داك الشيء ما كنقلبش على الاخوان على الاعجاب راه ما فهمتي. انا نقول لك الشيء اللي دوك الناس اللي كتبوا لي اخويا سيمو كتعجبني كذا تنقدرك اخويا كنقدرك، علاش؟ لان فهمتي تنعرف انا الناس اللي في قلبهم الخير فهمتي، كاين واحد الناس قلوبهم الخير، كاين واحد خونا تيقول لك انا ما تعجبنيش وما تبدلت حتى حاجه في المعادله، وانا فين عمري درت شي حاجه باش نعجب دين امك من الاخر ما عمري درتها وما باغيش اصلا، ما عمرك كنت ندور على الاعجاب ديالك باش تعجب بيا، علاش شنو غادي تبدل؟ الكون طيب دين امه هو هو ما تبدل حتى شي حاجه وحياته تبقى هو هو، غادي نرجع للدار ديال القمره ديال مشى ديال القبا وامي مريحين في الدار، ملي غادي نرجع للمغرب نريح معاهم ما عرفتش شكون اللي غادي يسبقوا عندنا، غادي نموت انا ولا يموتوا هما وصافي هي حياه وحنا دايزين. اش صاحبي تقلب على بلاصه في المجتمع راه كاملين كاملين مورطين كاملين نتوما عايشين هذا الفيلم هذا كتقلب تعجب الناس عليها بحال هاد خونا هذا ديال خويا سيمو انا بلاصتك نلبس كذا نقدش، علاش لمن 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 في الاخر غادي نقد الشعير ولمن غادي نلبس ونحط الحطه وكذا لمن بروج ولا لمن فهمتي؟ انا نقول لك هير هير هاد اللقطه هادي ديال هاد الحوار هذا جبناه كامل ما قبل المازيرات وما بعد المازيرات فهمتي. لا بنادم خاي تيحكم على الشكل يعني. وا الاخوان سالينا هذا الحوار هذا، غنمشي نعس هاد الدراري بالرجوله دابا راه جوج ونص عندنا الناس باش نعطي راسي واحد ست سوايع ديال الناس متابعه ونوض نتكل على الله. بالتوفيق لكم الدراري، خدموا على راسكم، كلشي مبارطاجي في اليوتيوب، والله ما بقيتو محتاجين شي حاجه قسما بالله، ما بقيتوش محتاجين حتى شي حاجه، عندكم كلشي اللي غادي تحتاجوا باش كلشي اللي اللي محتاجينه باش تيماريو الدورة بدا من الفيديو الاولاني، ماشي دوك الفيديوهات اللي تحتاني نسى عليك هذاك الشيء اللي تحتاني، غتبدا من ديك التصويره الاولى اللي فيها التجاره الالكترونيه من وراها كيف تصل الارباح، غادي تشوف دوك الفيديوهات بداو فت حتى الاخر هو اسرار اعلانات فيسبوك. غادي دير شوف غادي دير داك الشيء ما شاء الله يرحمك الوالد، سمع 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 بحال هكا ما تفكرش طفي عقلك دير لي بوز دير لي دير لي كلوز كاع بقى تشوف ودير بحال غير قلدني قلدني دير بحال غيبان لك المبيعات دخلوا، ملي يبداو المبيعات تيدخلوا غادي تفهم اللعيبه تقول دونك نمشي نجيب شي برودوي من السنقه من الحومه من الدار من كدا من ندبر على شي كدا نمشي لدرب عمر نحطر شي برودوي نبيعو. انا بعت هذا شريته بقدا قدا وبعته بقدا قدا، والسيمو لايف اصلا وراني باللي راه واحد الحاجه شاريها ب 30 درهم كيفاش باعها ب 199 وكيفاش باعها ب 390 وكيفاش باعها ب 370 درهم، دونك صافي الاخوان راه راه ولا عندك كلشي كاع ودوك لي طاكتيك ديال باش دير الكونفرشن كدا ما استعملتهمش كاملين اخوان، عرفتي علاش ما استعملتهمش كاملين؟ دوك لي طاكتيك ديال حطهم لك تما في فيديو ديال كيف انا نزيد الارباح،
عرفتي علاش ما استعملتهمش كاملين؟ وعرفتي علاش ما درتش فيديو بيرفكت ملي ما قدتش فيديو واعر ملي كنت كندير الاشهار؟ باش اسمع هذه الجمله مزيان باش انت ما تعكش. هادشي علاش درت؟ عرفتي علاش؟ خدمت في فيديو محرتك، فيديو محرتك شحال من واحد من الدراري صرت لي قال لي اخاي سيمو فهمتك، وانت وديك الساعه دوي معايا قلت لك فيديو نقي. عندنا الدراري تاع الفيديو ايديتينغ حتى في التيم من بلا ما نقول سميتو الدراري فكادير حتى هما قالوا لي اخاي سيمو على الاقل قد شي فيديو نقيقي، على الاقل ماشي كاع ديك الدرجه مضروب مع الارض. داك الفيديو جبتيه اخاي سيمو راه مضروب مع الارض. قلت لهم باع ولا ما باعش؟ باع، ولكن كان ممكن دير حسن. لا خليه هو اللي كيتفرج فيا يمشي يدير حسن، على حقاش الا درت ليه انا حسن ودرت ليه شي حاجه يعجز. انا كان خاصني نوري الدراري راه ممكن دير اكثر من 100 مبيعه في النهار. انت مقصر، هي مقصر، هي اللي درت قدامك في داك الفيديو ديال اسرع اعلان في فيسبوك، وريتك انا مقصر. فيديو مدرح عيان مع سطور متجرح ليتو عيان مدقدق، ما مطبقش عليه كاع داك الدرس اللي انا عطيه لكم ديال كيف انا نزيد الارباح. ضربتو بديك العجل، ما بغيناش نزيدو الربح، خلينا حنا نتدرمو وندوزو. وبرودوي ليستينغ ديالو عيان مع سطور مضروب بالنار باقي لدابا محلول، راه وريتو لكم في داك الفيديو كلشي مشتت، وريتكم المبيعات داخله معل. عرفتي علاش درت هاك؟ كان ممكن نوريك بلاصه 300 مبيعه اللي درنا في 365 ولا ما عرفت 356، المهم 300 اكثر من 350 مبيعه درنا في 3 ايام، كان ممكن نوريك 1000. وما جاوبش على لي كومونتير، راه وريتكم لي كومونتير على الجد، وريتكم لي ميساج على الجد ما جاوبناش عليهم. كان ممكن نوريك تما واحد 1500 مبيعه، ولكن الا وريتيها لي كتولي تقول هادشي راه مخدوم مزيان، وهادشي كدا، وهاد السطور هذا خويا مضروب عليه الوقت. وخويا سيمو جيت طرح عليا واحد السؤال من الاول نبداو، خويا سيمو واش كاين شي حاجه نكوبي السطور ديالك؟ اللهم نقاد نهضر لك السطور تشوفو تحشم، اللهم نبارطاجي معاك السطور تشوفو تحشم. هادشي اللي درت لك فهمتي، تقول ميك 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 اجي نقاد السطور راسك، انت هذا السطور هذا نقاد السيمو، اللهم تقول هاد الهضره وتمشي تقاد راسك. اجي نقد فيديو راسي صاحبي، حيت السيمو صاحبي حشم كاع الفيديو ايديتينغ صاحبي حشومه صاحبي. نجد 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 تركبك عزة النفس مزيانه خويا، هاد الليستينغ تاع البرودوي هذا الله ما مرك، اللهم دوي عليا هاكا وتمشي تقد وتضرب المبيعات اكثر منه. ما بغيتش يطرى العكس، ما بغيتش يطرى الريفيرس، تمشي تقد خدمه انا خدمت لك هنا في هذا الليفل تقد انت قل منها ويجيك المبيعات قل، تقول سيمو صاحبي كدا ولا اصلا لا درتيها غادي يجوك المبيعات تفرح تمشي تبدل ساعه اخرى. المشكله هي تقول انا ما قادرش نقاد السطور بحال هكا، انا ما قادرش ندير ليستينغ برودكت بحال هكا، انا ما قادرش نقاد فيديو بحال هكا. خويا هادشي صعيب اخويا، اللهم شتي اش درت لك؟ جبت لك فيديو عيان مع سطور مدرح، مع فيديو ايديتينغ مدرح، مع ليستينغ ديال برودوي مسالي، مع سطور مدقدق، وجبنا البيع. يعني اشنو خصك؟ شنو خصك بالرجوله؟ خصك تمشي تبدا. اخوان طلعوا لي فراسكم تبارك الله، والله ما كنسخى بكم وحق الرب، ما كان ساعه اخرى الاخوان ونديروا شي لايف.